مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وبقول لكم كل سنة وكلنا طيبين. رمضان كريم، شهر البركة، شهر الرحمة. الحقيقة شهر رمضان من أجمل شهور السنة، وبقول لكل عشاق النادي الأهلي، بقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين وفي صحة وبسعادة، وإن شاء الله يكون شهر كريم علينا كلنا. أنا بتشرف أكون مع حضراتكم كل يوم سبت مع زميلي الكابتن هيثم السعيد في الأهلي في رمضان. وطبعا برحب بيك يا كابتن، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم عليك وعلى الأسرة، ورمضان كريم علينا كلنا. مساء الخير يا كابتن هاني، وحضرتك كنت يعني من اللعيبة اللي أنا كنت بحب أتفرج عليهم، يعني طبعا ليا الشرف إن أنا أكون طبعا النهاردة مع كابتن هاني رمزي أحد أساطير كرة القدم في مصر، وأكون بزامله النهاردة ونقدم استوديو الأهلي في رمضان. مساء الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم على كل الأهلوية وعلى مصر، ودايما يا رب من أحسن لأحسن. النهاردة هيكون معانا سهرة، سهرة من الأهلي في رمضان، سهرة كروية، سهرة رياضية، مع ضيوفنا اللي هيجوا نتكلم معاهم عن كل شيء، أخبار كتير وأحداث كتير جوه نادينا الحبيب، جوه النادي الأهلي، وأيضا على مستوى الساحة الرياضية. هنكون مع حضراتكم النهاردة وهنغطي بقدر الاستطاعة إن شاء الله النهاردة كل ما هو جديد وحصل على الساحة في الرياضة. كابتن هاني، يمكن هنبتدي بفرقتنا، أخبارها إيه يا كابتن؟ أكيد طبعا إن شاء الله تكون سهرة سعيدة علينا كلنا، وأكيد هنبدأ بأخبار نادينا النادي الأهلي العظيم. وطبعا النادي الأهلي رجع لتدريباته يمكن خلاص من امبارح، بعد طبعا الرحلة اللي كانت موجودة في الكاميرون والراحة السلبية اللي كان مهم جدا جدا مستر كولر يديها للاعبين نتيجة للإجهاد الشديد في الفترة اللي فاتت. خلاص بدأنا الاستعداد بشكل قوي جدا لمباراة مصيرية، مباراة مهمة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني. الحقيقة المباراة زي ما احنا كلنا منتظرينها بإذن الله، إن شاء الله كلنا آمال وكلنا طموحات إن فريقنا إن شاء الله بإذن الله يظهر بالمستوى العادي، مستوى النادي الأهلي اللي شفناه أمام طبعا فريق القطن الكاميروني. هو ده النادي الأهلي، وهو ده الوجه الحقيقي وشخصية البطل. الحقيقة كمان وجود الجماهير بهذا العدد الكبير، هنتكلم طبعا مع الكابتن هيثم على النقطة ديت، أكيد ده كمان دافع قوي جدا للاعبتنا، وهيكون إن شاء الله بإذن الله هتكون ليلة رمضانية سعيدة إن شاء الله على مصر كلها وخاصة جماهير النادي الأهلي. الحقيقة عبور العقبة ديت بإذن الله في مشوار البطولة، وزي يمكن أنا اتكلمت قبل كده، إن شاء الله لو النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله يكسب ويعدي دور المجموعات، اعتقد ان شاء الله باذن الله هنوصل باذن الله ان شاء الله للمباراه النهائيه. زي ما اتكلمنا النادي الاهلي حقق نتيجه كبيره جدا امام القطن الكاميروني بنتيجه كبيره، وكان خلي بالكم كان مهم جدا عدد الاهداف، كان مش المهم المكسب بس، كمان عدد الاهداف كان مهم جدا جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم هتسهل الامور شويه أمام الفريق الهلال السوداني، لأن بتحسب طبعا أولا المواجهات المباشرة، وثانيا بتحسب عدد أو عدد الأهداف. الحقيقة إن شاء الله بإذن الله هتكون ليلة كروية جميلة بإذن الله على كل جماهير النادي الأهلي. إن شاء الله بنطمح في الفوز والأداء الجيد، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا. النهاردة كابتن عندنا كلام كتير جدا عن النادي الأهلي، وكمان ما ننساش نتكلم على منتخبنا، منتخب مصر الحقيقة كمان اللي حقق أول خطواته مع روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب، وفوزوا امبارح على منتخب ملاوي بنتيجة 2-0 وتصدروا المجموعة مع منتخب غينيا. كان شيء مهم جدا كمان طبعًا فوز منتخب مصر، مكسب منتخب مصر. وكمان يا كابتن هاني اسمح لي، يعني أكيد بيبقى في شواهد، إحنا يعني لما كنا بنلعب رياضه كان بتبقى الشواهد دي مهمه جدا، وكنا بنستخلص منها حاجات بتدينا نوع من انواع الطاقه الايجابيه. النهارده لما نلاقي يا كابتن صن داون يعني اتعادل مع الهلال، وكمان نكسب القطن الكاميروني بعدد هذه الاهداف او فرق كبير، وتبقى الظروف تسمح لك انه المباراه الثانيه مباراه العوده مع الهلال تبقى في ملعبك، اكيد كل ده بتبقى شواهد، بتبقى حاجه بتدي للعيب احساس ان شاء الله ان الدنيا ماشيه معاه وانه يقدر. ولكن احنا كنا بنتفرج على مباراه صن داونز والهلال، والمباراه كانت مثيره جدا في احداثها كمان الاخيره، ويعني الواحد تفائل خير طبعا بعد ضياع ضربه الجزاء من الهلال. صحيح. قلنا ان شاء الله باذن الله، انا عن نفسي وانا بتفرج قلت ان شاء الله البطوله دي بتاعتنا. ده كمان حاجه جميله كمان حصلت، ان جمهورنا معاه، يعني جمهور 50,000 من جمهور النادي الاهلي، ده احنا بس 2000 3 بيغيروا الدنيا، ما بالك النهارده 50,000. اكيد طبعا بعد موافقه المسؤولين دي حاجه تسعدنا جدا، جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، فكل دي شواهد
بتريح اللعيب، بتخليه يخش انه ان شاء الله باذن الله ده يمنى ان شاء الله. النادي الاهلي دايما دايما يا كابتن هاني، وانا بقول كده ومش بقول، ده التاريخ اللي بيقول، النادي الاهلي في المواقف الصعبه، النادي الاهلي الفرقه بتبان في المواقف الصعبه. كلنا مصطفين ورا فرقتنا، كلنا بندعم فرقتنا، كلنا النهارده النادي الاهلي يا كابتن. مفيش شك طبعا، احنا زي ما بنتكلم وكمان البطوله يعني كلنا بنحبها، البطوله الافريقيه اللي يعني النادي الاهلي يعني حصل على اكبر عدد من هذه البطوله على مستوى افريقيا. مفيش شك ان كل الطموحات والامال تجددت والطموحات كبرت ووصلت لسقف ان شاء الله، السقف العادي بتاع النادي الاهلي هو الحصول على هذه البطوله. وزي ما اتكلم الكابتن هيثم اتكلم ان الامور كلها السيناريو الحقيقه سيناريو الهي، يعني كان من بعد ما كانت الامور بره ايدينا، لا رجعت الامور في ايدينا وعلى ملعبنا. صحيح. بوجود يعني كثافه جماهيريه ان شاء الله تكون موجوده 50,000 اهلاوي ومصري هيكون موجود في الاستاد ان شاء الله يوم السبت لمؤازره الفريق، اللي انا متاكد ان الجهاز الفني واللاعبين يعني خلاص التركيز بدا بشكل كبير جدا، والاستعداد لهذه المباراه ان شاء الله هيكون على اعلى مستوى، والنتيجه كمان تكون على اعلى مستوى ان شاء الله. استاذن طبعا حضرتك يا كابتن، وطبعا دي فرصه كويسه النهارده واحنا بنخاطب جماهير النادي الاهلي عبر شاشته شاشه قناه النادي الاهلي، كلنا نصطف في صف واحد ورا فرقتنا، كل الدعم للفريق والجهاز الفني، كل الدعم للاعبين، عايزين نشوف ده في كل مكان. النهارده الحقيقه الروح اللي احنا حاسينها، انا النهارده ناس كتير بتكلمنا عايزين نروح الماتش يا كابتن، عايزين نبقى موجودين مع الفرقه يا كابتن. لازم اللعيبه تحس بالدعم ده، ولازم اللعيبه تحس ده من كل حته، في السوشيال ميديا، في حتى لما تقابل لعيب يعني في اي مكان، في مكان عام او حاجه، لازم يبقى في دعم، لازم يبقى في دعم للعيبه للجهاز الفني، لازم يحسوا ده حتى على السوشيال ميديا. حضرتك كنت كابتن كبير وعارف يا كابتن الكلام ده بيفرق جدا جدا مع اللاعب، ان يحس ان جمهوره كله في ظهره بيدعمه. النهارده دي رساله طبعا لجماهير النادي الاهلي، لان انا متاكد ومش محتاج اعيد وازيد في النقطه دي ان ده هيحصل، وهيحصل من اول ثانيه لاخر ثانيه. 11 راجل في الملعب، 11 اسد، و50 الف لاعب قاعدين في المدرجات بيأذوا فرقتهم. روح حلوه يا كابتن يعني بامانه، انا يعني الواحد اتشوق الكوره مستني الماتش ده للجماهير يا كابتن. صحيح. طبعا مفيش صحيح. يعني الجماهير ليها عامل السحر اكيد، وخاصه جماهير النادي الاهلي بتكون ليها عامل السحر الحقيقه، حتى في الاعداد القليله بيكون ليها مردود اكتر من رائع. ولكن طبعا كل ما زاد العدد كل ما كمان صوت الجماهير بيعرف الملعب وقد ايه. واحنا كنا بنلعب او انا كنت بلعب على مستوى النادي الاهلي او على مستوى منتخب مصر، اكيد بيفرق معانا جدا جدا التواجد الجماهير. الحقيقه كل التوفيق لفرقتنا النهارده، يعني عندنا ضيوف مهمين جدا يا كابتن. صحيح. عندنا صحيح. النهارده ان شاء الله تكون حلقه دسمه تليق بالشهر الكريم شهر رمضان، معانا نجوم من العيار الثقيل على مستوى كره القدم وعلى مستوى الكره الطائره ان شاء الله. هينورنا ضيفنا الاول كابتن عمرو الحديدي، وهنتكلم معاه عن كل شيء في كره القدم، سواء النادي الاهلي والمباراه القادمه المترقبه مع الهلال، وايضا هنكلمه على حظوظ منتخب مصر بعد الفوز الاخير على ملاوي 2-0. هنتكلم عن كل ما يخص كره القدم، ده بالنسبه للفقره الاولى. الفقره الثانيه هيكون معانا احد رموز النادي الاهلي في الكره الطائره، يعني لقب بالاستاذ وهو الان سكرتير عام الاتحاد الافريقي، ما دخلش مكان الحقيقه ما نجح فيه، كان رئيس الاتحاد المصري السابق، مدير فني النادي الاهلي للكره الطائره سنين طويله تتلمذ على ايده عدد كبير من اللاعبين والمدربين. هيكون معانا كابتن فؤاد عبد السلام، يعني رجل ليه قامه كبيره كابتن هاني في الكره الطائره. هنتكلم معاه مش بس عن الكره الطائره، هنتكلم النهارده ان خلاص كل الالعاب، احنا النهارده بنتكلم في السله، في السله والطايره واليد، الالعاب الجماعيه رجال وسيدات، تنس الطاوله، الاسكواش، كل الالعاب، سباحه، خلاص احنا في فتره الحصاد، شهر مارس، شهر ابريل، مايو، هو ده الفتره اللي بتبتدي الالعاب الاخرى يعني تحصد ما زرعت طول السنه. كابتن فؤاد عبد السلام هنتكلم معاه النهارده، وعندنا اخبار كمان كتيره جدا النهارده. الجمعه والسبت هما يعني يومين ممتلئين بالمباريات للالعاب الاخرى، يمكن انا قلت كده في اخر حلقه الابطال، الجمعه والسبت دول يعني يومين فارقين الحقيقه في مشوار الثلاث العاب الجماعيه رجال وسيدات، وهنتكلم بالتفصيل عنهم وهنقول كل حاجه يا كابتن هاني. وطبعا لازم نحط جمهور النادي الاهلي في الصوره، سواء كره القدم والالعاب الاخرى. النادي الاهلي مؤسسه كبيره، في شك طبعا كبير من الالعاب، اكيد طبعا كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم كله، ولكن نعم. النادي الاهلي كمان بيحصد البطولات على مستوى الالعاب الاخرى، الالعاب سواء الالعاب الجماعيه او الفرديه، فكل التوفيق لكل الفرق الرياضيه وخاصه طبعا فريق كره القدم اللي هو يعني التورته بتاعت النادي الاهلي. نعم. هنعرف النهارده اخبار وبنادينا، وهنستقبل الاول سلا حام. سلا طبعا موجوده معانا علشان كمان تغطي لنا كل الاخبار، اخبار نادينا وكل الاخبار على الساحه الرياضيه، نتعرف معاها على اهم الاخبار النهارده. نرحب بيك يا سلا. ازيك يا سلا؟
كابتن هيثم طبعا وكابتن هاني، وبرحب بيكم طبعا ومبسوطه ان انا معاكم النهارده. يمكن طبعا كنت موجوده مع الكابتن هاني في الاهلي في المونديال الفتره اللي فاتت، دايما طبعا معاك برده يا كابتن هيثم في جميع التغطيات طبعا خاصه بجميع الالعاب الاخرى. مبسوطه برده ان انا معاكم النهارده في الاهلي في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب وبخير، وبالاخص يعني تحديدا جمهور النادي الاهلي. كل سنة وانت طيبة، مبسوطين انك موجودة معانا، وهتغطي لنا بقى اخبار كتيرة النهاردة. عندك اخبار كتيرة النهاردة تخص طبعا النادي الاهلي، والاخبار تخص عامة كل من يهتم بالرياضة. فكل سنة وانت طيبة، بنرحب بيكي معانا. انت طيب يا كابتن هاني، وبالفعل انا معايا اخبار كتيره جدا طبعا متعلقه بالنادي الاهلي واستعداداته لمباراه الهلال السوداني، وبالتاكيد جميع الفرق الرياضيه الاخرى طبعا في فريق كره السله سواء سيدات او رجال، وطبعا يعني كره الطايره واكيد كره اليد، جميع الالعاب النهارده ان شاء الله يعني معانا اخبار كتيره جدا متعلقه بجميع الفرق دي. طبعا خلينا نبتدي النهارده باخبارنا واللي طبعا تخص يعني طبعا الفريق الاول لكره القدم، والنهارده واصل يعني تدريباته على ملعب المختار التتش استعدادا لمباراه الهلال السوداني، وادى جميع اللاعبي النادي الاهلي جانبا من التدريبات البدنيه بالكره ضمن فقرات المران تحت اشراف مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن طبعا مستر كولر يسعى لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا في اطار البرنامج التدريبي اللي طبعا حدده بعد انتهاء الراحه السلبيه في اطار استعداد الفريق لمواجهه فريق الهلال السوداني. كده طبعا يعني كانت اخبارنا المتعلقه بفريق النادي الاهلي واستعداداته النهارده على ملعب مختار التتش. كمان يعني معانا الخبر الثاني واللي متعلق بجميع المصابين، ويمكن طبعا يعني حاجه مهمه ان احنا نطمن على جميع المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي، واولهم طبعا ياسر ابراهيم لاعب الفريق الاول لكره القدم اللي انتظم في التدريبات الجماعيه النهارده اللي اقيمت على ملعب مختار التتش. واكد الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق انه ياسر ابراهيم تعافى من اثار الاصابه الاخيره واللي كانت عباره عن كدمه في الساق، وانتظم في المران الجماعي. واكد الدكتور احمد ابو عبله ان ياسر ابراهيم خضع لفحص طبي امبارح بعد انتهاء البرنامج التاهيلي للتاكد من تعافيه من الاصابه. يمكن طبعا يا كابتن هيثم ويا كابتن هاني هي امر مهم جدا من الدكتور احمد ابو عبله ان هو دايما يطمن على جميع المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي، بالاخص قبل المباراه اللي جايه ان شاء الله، وتعتبر يعني من اهم المباريات بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مشواره اكيد في بطوله دوري ابطال افريقيا. مفيش شك طبعا يا سلا وكابتن ان النادي الاهلي لازم يكون مستعد بشكل كامل لهذه المباراه. كل عائد من الاصابه اكيد هيكون مكسب واضافه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، لاننا محتاجين فعلا كل اللعيبه تكون على اعلى مستوى من التركيز، اعلى مستوى من يعني التعافي. وخبر كويس ياسر ابراهيم من اللعيبه المميزه، ولما بيكون يعني بالحاله البدنيه المميزه بيأدي بشكل اكثر من رائع. وكابتن ده مهم جدا. طب كابتن هاني، يمكن سؤال وحضرتك كنت لاعب كبير، هل الراحه السلبيه اللي خدتها الفرقه لفتره طويله مثل الكره اديها له، مش طويله قوي يعني، كان فرصه يعني ما عندكش مباريات محليه، ما عندكش مباريات قاريه، هل الراحه السلبيه دي بتفرق مع اللعيبه يا كابتن؟ بتفرق جدا جدا، بتفرق بشكل ايجابي كبير جدا. نفسي ولا بدني يا كابتن؟ الاثنين. ساعات حتى واحنا يعني في وسط لما يكون في ضغوطات على مستوى المباريات، على مستوى البطولات الكبيره، واحنا بنلعب حتى المدرب بيقول لك انت عندك اجازه وكمان ما تتفرجش على كوره، يعني بتفصل شويه، تفصل خالص علشان حتى تبقى الامور العصبيه بتكون عندك، اعصابك بترجع هاديه تاني، بيكون ال 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 بلغه الكوره كده التنشنه بتخرج منك، ودي مهمه جدا جدا اللاعب يرتاح نفسيا بشكل كبير، وجانب طبعا بدني بشكل كبير جدا بعد المجهود الكبير في الفتره اللي فاتت. كان فعلا النادي الاهلي محتاج هذه الفتره. نعم. الراحه السلبيه أكيد. ان شاء الله هتكون مردودها ايجابي باذن الله في الفترات اللي جايه. رب ان شاء الله يا كابتن. ويمكن طبعا على صعيد ان احنا طبعا بنتكلم على ان احنا نطمن على جميع المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي، كمان يعني محمود متولي لاعب الفريق انتظم النهارده في التدريبات الجماعيه واللي اقيمت اليوم على ملعب مختار التتش. واكد الدكتور احمد ابو عبله ان متولي انتهى من برنامجه التاهيلي والعلاج للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية. وأكد كمان الدكتور أحمد أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل. كمان معنا خبر النهاردة وخبر مهم جدا يعني يخص يعني مباراة الأهلي والهلال السوداني، وتعتبر طبعا في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا في مرحلة دور المجموعات. يمكن أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن تذاكر أو أسعار تذاكر مباراة الأهلي
الاهلي والهلال السوداني والمحدد ليها ان شاء الله السبت المقبل باستاد القاهره. وزي ما قلت يمكن ده في ختام مرحله دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا، وجاءت يعني على نحو التالي انه يعني الاسعار البدايه مع 50 جنيها للدرجه الثالثه، 60 جنيها للدرجه الثانيه، و200 جنيه للدرجه الاولى، و600 جنيه للمقصوره الاماميه. وكمان يعني ده سوف يتم طرحه لجميع التذاكر عبر السيستم الالكتروني في منتصف الليله، وجاء ذلك في ضوء المشاورات العديده التي اجرت مع الجهات المعنيه خلال الايام الماضيه، في مقدمتها الامن وشركه تذكرتي وكمان شركه استادات. وابدت كل هذه الجهات تعاونا كبيرا مع النادي الاهلي، وحرصت على تلبيه رغبته في النزول بالاسعار التذاكر في هذه المباراه المهمه الى اقصى درجه ممكنه. طبعا يا كابتن هيثم ويا كابتن هاني، امر مهم جدا طبعا انه الدوله او الجهات الامنيه تهتم بمباراه الاهلي والهلال السوداني، وان هم يدوا الفرصه يعني للنادي الاهلي ان جميع جماهيره الوفيه تكون موجوده طبعاً في المدرجات في استاد القاهره بالعدد الكبير ده او بالكم الكبير ده اللي وصل ل 50,000 مشجع. هو جميل يا كابتن، يعني الاجمل يعني كمان الساعه الجماهيريه، لا سعر التذاكر الحقيقه طبعا لازم نشكر عليها مجلس اداره النادي الاهلي، انه التذاكر في متناول الجمهور النادي الاهلي. الهدف مش المبالغ او الاموال، ولكن الهدف حضور الجماهير. النهارده لما نلاقي الدرجه الثالثه ب 50 جنيه والدرجه الاعلى شويه ب 60، وبعد كده تروح على المقصوره او المقصوره، في متناول اغلب جماهير النادي الاهلي، فاكيد دي رساله النادي الاهلي عايز جمهوره معاك. طبيعي طبيعي طبعا، كل الشكر اولا ليه طبعا المسؤولين في الدوله، مفيش شك ان هو خطوه جيده جدا جدا، واحنا دايما بنقول الكره للجماهير، مفيش شك. بنشكر وزاره الداخليه وكل القائمين على هذا القرار، الاعتقاد الشخصي انه هيكون فارق في الكره المصريه بشكل عام ان شاء الله، كل حتى على مستوى الدوري وعلى مستوى منتخب مصر ان شاء الله نشوف اعداد كثيره جدا. فكل الشكر لمسؤول الدوله اللي ساهموا في طبعا وجود 50,000 متفرج، عايز اقول من المصريين، واكيد كلهم اغلبيه من النادي الاهلي، ولكن كمان اعتقد ان هيكون في فئه كمان أكيد بتحب البلد هتكون موجوده، لان دي زي ما بنتكلم دايما النادي الاهلي بيمثل المصر بشكل اكتر من رائع في المحافل سواء الافريقيه او العالميه. وبالتالي الشكر واصل كمان لمجلس اداره النادي الاهلي اللي هو كمان سعى للحصول على هذه الساعه من استاد القاهره. وكمان موضوع التذاكر زي ما الكابتن هيثم قال، احنا كمان بنسهل على الجماهير طبعا الوصول والتواجد في استاد القاهره، اكيد شيء مميز جدا يا سلا، وان شاء الله باذن الله تكمل وتكون سهره رياضيه رائعه ان شاء الله يوم السبت. وكمان يا كابتن برضو حته مهمه، حضور الجماهير النهارده يا سلا بالعدد ده 50,000 زي ما قال كابتن هاني، قال ان دي ممكن تبقى بدايه، ممكن تبقى بدايه ان احنا نشوف بعد كده الساعه الكامله لاستاد القاهره ان شاء الله. فالكره النهارده في ايد الجماهير، الجماهير النهارده ان شاء الله عايزين تابلو رائع في الحضور، يعني عايزين اغاني النادي الاهلي الجميله في المدرجات، عايزين دي تبقى زي بروتوتايب احنا بنقول كده، بدايه تشجع الدنيا كلها ان الجماهير، حضرتك بتقول الكره للجماهير، النهارده الكره في ملعب الجماهير، محتاجين نشوف حاجه جميله، تشجيع مؤازره. ده مش غريب الحقيقه عن جمهور النادي الاهلي، ياما اتحط في موقف زي دي وكان دايما بيبقى قدوه ومثل، ان شاء الله تبقى مباراه خير على كل مصر سواء النادي الاهلي او حتى جماهير مصر الكبيره اللي بتتابع المباراه دي ان شاء الله. يا رب يا كابتن هاشم يا رب. طبعا خلينا نستكمل اخبارنا النهارده، وفي سياق اخر حرص الدكتور احمد ابو عبله على الاطمئنان على جميع لاعبي النادي الاهلي الدوليين المتواجدين طبعا في صفوف منتخبنا الوطني. واوضح الدكتور احمد ابو عبله انه حرص على الاتصال بطبيب المنتخب للمزيد من الاطمئنان على الحاله الطبيه لجميع لاعبي النادي الاهلي بعد مباراه امس. واشار كمان الدكتور احمد ابو عبله انه جميع اللاعبين بحاله بدنيه طبيه جيده وطبعا بعد المباراه واللي جمعت ما بين منتخبنا الوطني وملاوي. ويؤكد الدكتور احمد ابو عبله انه يعني تم التواصل بشكل مستمر مع كافه عناصر النادي الاهلي الدوليين بمنتخبات للاطمئنان عليهم. كمان الخبر الثاني معانا النهارده واللي متعلق بفريق الهلال السوداني في تجربته الوديه امام اهلي شندي السوداني، واللي انتهت المباراه بنتيجه 4-2 استعدادا لمباراه الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. ويمكن في المباراه يعني اللي اقيمت في نفس موعد مباراه الاهلي بالقاهره، واحرز لفريق الهلال السوداني عبدول هدفين وعبد الرؤوف هدف ولامين هدف. كمان أكد موقع سبورتاك السوداني أنه علي أبو 20 حارس مرمى الهلال السوداني ومنتخب السودان اشتكى من إصابة عانى منها خلال الفترة الماضية، وأكد الموقع أنه أبو 20 سيغيب عن مباراة الأهلي والهلال السوداني أو مباراة يعني السودان والجابون عفوا بالتصفيات الإفريقية، وسيخضع لفحوصات طبية غدا لمعرفة حجم الإصابة.
اكيد يا سلا. في عايز اتوقف هنا عند حاجه يعني طبعا أكيد. الف سلامه لابو عشرين حارس مرمى نادي الهلال، ولكن انا توقعي او يعني اللي انا اعرفه من التاريخ انه في المباريات دي بيبقى 11 لاعب، 11 لاعب امام 11 لاعب مهما كانت الغيابات ومهما كان اسامي الغيابات. طبعا نتمنى السلامه لكل الفرق والنادي الاهلي طبعا على راسهم ولكل اللاعبين، ولكن وجود حارس مرمى بديل دي حاجه لا تقلل ابدا من نادي الهلال. مفيش شك طبعا، احنا بنتكلم كمان خلي بالك هذه المباراه مباراه لا تقبل القسم على اثنين ان شاء الله باذن الله نفوز بيها بشكل جيد جدا. احنا نازلين 11 راجل مركزين ايا كان بقى الاسماء، حارس المرمى اتعور ده احتياطي ده اساسي لا كل الكلام ده مش في حسابات لعيبه النادي الاهلي والاداره. احنا كل حساباتنا ازاي ان شاء الله باذن الله ننزل الملعب 90 دقيقه نموت نفسنا نوصل ان شاء الله لنتيجه جيده واداء جيد بغض النظر عن المنافس. اتمنى السلامه للجميع، ولكن هذه المباريات ما بنبصش مين احتياطي ومين اساسي او ده هيلعب او ده مش هيلعب، احنا بننزل او انا بتكلم بلغه احنا عشان اكني موجود في الملعب طبعاً طبعاً. احنا هننزل ان شاء الله باذن الله يعني الروح المعنويه عاليه جدا والاراده والعزيمه بجانب نواحي الفنيه باذن الله التوفيق لفرقتنا. اتفضل يا كابتن. اكيد يا كابتن زي ما حضرتك قلت هي فعلا مباراه مصيريه ومباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، ويمكن نقدر نقول كمان هي اهم مباراه بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده. نعم صحيح. طبعا خلينا يعني من النادي الاهلي لمنتخبنا الوطني والمنتخب الاول طبعا منتخب مصر ان شاء الله بكره هيطير عقب الافطار الى ملاوي استعدادا لمباراه العوده مع منتخب ملاوي ضمن الجوله الرابعه من مباريات الدور المجموعات المؤهله لنهائيات بطوله كاس الامم الافريقيه المقبله في كوت ديفوار. وطبعا منتخبنا الوطني نجح امبارح ان هو يكسب في مباراه امس بنتيجه 2-0 ورفع رصيده الى 6 نقاط في صداره المجموعه. برضو يعني نقطه برضو سلا، المباريات مباريات دايما منتخب مصر امام ملاوي خارج الديار بتكون مباريات صعبه جدا صعب على مستوى التاريخ. يمكن احنا عانينا وانا كنت بلعب عانينا من بعض المشاكل في السفر في ارضيه الملعب في الاجواء تبقى صعبه يا كابتن، كان صعبه جدا جدا يعني زي ما بقول لك يمكن تاريخ فوزنا على ملاوي في ارضهم صعبة. يعني كان قليل جدا. طب هل التعادل كويس هل لازم لا بدين عن الفوز؟ لا طبعا احنا بنلعب على الفوز مفيش شك، امكانيات الفنيه فرق كبير جدا والفوز خلاص هيأهلك بشكل كبير. طبعا بعد التعثر في يمكن الماتشين اللي فاتوا والهزيمه امام اثيوبيا دي اللي عطلتنا شويه، لكن انا دايما بقول مباريات مصر وملاوي خارج الديار تبقى مباريات صعبه ما توقعهاش سهله ابدا. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. بس مش منتخبنا الوطني يا كابتن هاني وكابتن هيثم، يعني عنده مباراه ان شاء الله الفتره القادمه بره يعني ارضه، كمان منتخبنا الاولمبي طبعا يعني كمان بكره هيواجه نظيره منتخب زامبيا الاولمبي في اياب دور الثالث والحاسم من تصفيات المؤهله للبطوله الافريقيه في المغرب، والمؤهله ان شاء الله كمان لاولمبياد باريس 2024. وكان منتخب مصر الاولمبي نجح يوم الاربعاء اللي فات انه يكسب زامبيا 2-0، وده طبعا يعني بكره كمان المباراه دي هتعتبر مستاهله لانه مستر ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي قال انه الفريق جاهز ومستعد للمباراه، وكمان انه جميع اللاعبون يعني يدركوا جيدا اهميه المباراه وتحقيق نتيجه ايجابيه لانه عشان طبعا يحققوا يعني حلم الفراعنه بوصول الى النهائيات واكيد المشاركه كمان في كاس الامم الافريقيه وبالتاكيد اولمبياد باريس 2024. زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني وكابتن هيثم انه مباراه خارج يعني أرض مصر بتبقى مباراة صعبة شوية، كمان المنتخب الأولمبي عنده مباراة مهمة جدا ومباراة برضه تعتبر مصيرية إن هو أكيد يعني يشارك في البطولة الأفريقية وأكيد الأولمبياد بعد كده أكيد بعد البطولة الأفريقية. يعني من تجربتي يا كابتن هيثم بتبقى المباريات طبعا خارجية، لكن نتيجة 2-0 أعتقد أدت أولوية كبيرة للمنتخب المصري، الفوارق الفنية ظهرت في مباراة زامبيا ولكن الحذر واجب. لكن الأهم من كده ما هو قادم الحقيقة، ما هو قادم هو التصفيات أو تصفيات أفريقيا المؤهلة لطبعا أولمبياد باريس 24 اللي هتقام في المغرب. البطولة دي لازم المنتخب يتعد ليها بشكل جيد جدا إن شاء الله تكون فيها الخير، لأن إحنا كمان كنا متواجدين وكان معايا الفريق في 2012 وكانت هذه التصفيات أيضا كانت في المغرب، والحقيقة المغرب عندها طفرة رياضية كبيرة جدا جدا، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله زي ما حققنا وكابتن شوقي حقق ان هو يوصل للاولمبياد نوصل ان شاء الله، وكمان الامل كمان ان احنا نحقق كمان مركز افضل من المركز الثامن ونوصل ان شاء الله للمربع الذهبي. هنا يمكن الكره المصريه سواء المنتخب الكبير او الاولمبيا كابتن في يعني في مفترق طرق الحقيقه في الدفاع عن سمعه الكره المصريه. صحيح النهارده بنتكلم في تصفيات في يعني منتخب كبير
عنده طبعا رحله قويه والدفاع انه يرجع بطوله افريقيا، خاصه احنا كنا يعني كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا ناخد البطوله، ولكن برضو نفس الكلام بالنسبه للمنتخب الاولمبي، لازم يبقى في دافع عند اللاعبين وهو الدفاع عن سمعه الكره المصريه، لان خلاص هو المنتخب الكبير والمنتخب الاولمبي هم زي ما بيقولوا قمه الهرم في كره القدم في مصر. صحيح. اتفضلي يا سلام، كمل اخبارنا. طبعا بقى خلينا ننتقل من كرة القدم ومنتخبنا الوطني والمنتخب الأولمبي لجميع الألعاب الأخرى، والفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني والأسباني مستر إيجاسي إيبوش، اللي هيلعب النهارده أو بيلعبوا دلوقتي طبعا مع فريق المصرية للاتصالات، واللي بيدربه الكابتن محمد سليم في الجولة الأولى من سلسلة البلاي أوفز أو ذا بيست أوف فايف، اللي طبعا بتلعب بنظام ذا بيست أوف فايف، والماتش يعني أكيد بتلعب دلوقتي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي، وبكره كمان هيكون في ماتش تاني، ودي هتكون تاني مباراه في سلسله البيست اوف فايف، وبرده هتلعب على الصاله بتاعتنا صاله الامير عبد الله الفيصل باذن الله. كمان الفريق يعني قد او كان يعني صعد للدور الثمانيه بعد ما احتل يعني الترتيب العام في البطوله، ويمكن نحتل المركز الثاني في جميع ترتيب الثمان فرق، وكمان النادي المصري للاتصالات يعني كان في المركز السابع، وبما ان طبعا النادي الاهلي في المركز الثاني بيواجه الفريق في المركز السابع طبعا في ترتيب جميع الفرق، وتاني تالت او رابع ماتش ان شاء الله هيتلعبوا على صاله المركز الاولمبي في المعادي، ودي الصاله الخاصه بفريق المصريه للاتصالات يوم الاربعاء ويوم الخميس الجايين باذن الله. يمكن طبعا يا كابتن يمكن اسالها يعني الفتره الثالثه انتهت من شويه في مباراه المباراه الاولى الثانيه للاسف ما بين المصريه للاتصالات او الاهلي والمصريه للاتصالات عشان ملعبنا احنا، والنتيجه 58-39 فرق حوالي 19 نقطة للنادي الأهلي، بتهيألي فرق مريح جدا جدا، ولكن في بعض الأمور الفنية طبعا يعني اسمح لي كابتن هاني لازم بقولها برضو عن فريق كرة السلة، يمكن الجماهير يمكن بتتساءل غياب وولتر هوج صانع ألعاب الفريق وطبعا استبداله بتومسون اللاعب الموجود السنة اللي فاتت، يعني خلينا نتكلم في حتة فنية كابتن هاني بعد إذن حضرتك، يمكن الجماهير قلقانة شوية. الموضوع الأول القرار في الأول والآخر هو المستر أجوستي بوش، هو يدري تماما الفرقة عايزة إيه. خلينا نتكلم على المستوى الفني، وولتر هوج كان بيحط سكور في المباريات وكان عنده حلول، ولكن انا مش قلقان على الفرقه هجوميا، الفرقه الحقيقه عندنا ماكينات تهديف يا كابتن، عندنا ايهاب امين، عندنا عمرو الجندي، عمرو الجندي يعني حاطط حاجه و40 نقطه يمكن في مباراه كاميرون الاخيره اللي كانت في كاس العالم، يعني راجل هداف بطبعه، عندك ايهاب امين، عمر طارق، عندك عمرو زهران، عندك حلولك الهجوميه كثيره، ولكن اللي يقلقني دايما هو الدفاع، الدفاع في الالعاب الجماعيه هو المهم. تومسون يمكن بيميزه الناحيه الدفاعيه اكتر من وولتر كتير، ولكن يمكن محتاج وقته ومحتاج يخش مع الفرقه اكتر. انا الحقيقه مش قلقان طالما في هيد كوتش احنا بنثق فيه وعارف هو فرقته محتاجه ايه. النهارده اهو بنلعب يعني يمكن بدون محترف وبنكسب 19 بونت يا كابتن مع مصر. مهم طبعا، مهم جدا اللي بتتكلم فيه، لان زي ما بتقول على مستوى كل الالعاب وخاصه الالعاب الجماعيه الموضوع ما بيوقفش على لعيبه او اتنين، يعني عندك منظومه بتشتغل بمنظومه وبتشتغل بسيستم معين، بتمشي على السيستم ده ايا كان الغيابات، بعض الغيابات بتكون مؤثره، ولكن خلاص طالما العجله دايره وفي فوز فالدنيا بتكمل على خير. كل التوفيق لفرقه كمان فريق النادي الاهلي لكره السله ان شاء الله، والمباراه بكره اكيد بالمناسبه سلام اتذاع على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي إن شاء الله. عايزين برضو يعني نعرف الساده المشاهدين باذن الله تابعوا المباراه الثانيه في بيستو فايف الاهلي ومصريه الاتصالات، وهتكون على صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون في تمام الساعه 8 ان شاء الله، تتابعوها وتشوفوه على شاشه قناه النادي الاهلي. اتفضل ان شاء الله يا كابتن هيثم. زي ما حضرتك قلت يعني فرق طبعا كبير جدا في النقاط ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات، ويعني خليني اقول لحضرتك عدم وجود يعني محترف زي والتر هادج مع صفوف فريق النادي الاهلي، يعني احنا السنه اللي فاتت كان في تومسون معانا وكسبنا بالخمس بطولات وبكل البطولات وكسبنا بطولات والتر موجود اكيد طبعا صح. بس يعني السنه اللي فاتت ما كانش في والتر هادج ولكن كسبنا جميع البطولات، فالاهلي بمن حضر يعني جميع اللاعبين قادرون يعني ان شاء الله على ان هم يتخطوا جميع المباريات الفتره احييك على الملاحظه الحلوه دي يا سلام. ايه؟ احييك على الملاحظه الحلوه دي، فعلا هو انت بتقولي وولتر كان معانا، تومسون كان معانا السنه اللي فاتت وخدنا خمس بطولات، وولتر كان معانا ولم نوفق في بعض المباريات، مش دليل، هو المهم السيستم التيم ورك ورب دره النفع. اكيد يا كابتن. كمان يعني مش بس فريق الاول لكره السله رجال بيلعبوا دلوقتي، كمان فريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي بقياده الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق، وبيلعب دلوقتي مع نادي سموحه، واللي بيدربه الكابتن عماد الدين محمود في الجوله 13 والقبل الاخيره من دور المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله سيدات، والموسم اللي احنا فيه ده طبعا الماتش بدا يعني من حوالي ساعه على صاله الشهداء، وهي الصاله الصغيره بمقر النادي الاهلي بالجزيرة
الجزيرة. فرقتنا داخلة الماتش ده وهي في صدارة الترتيب العام برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن نادي سبورتنج واللي بيجي في المركز الثاني. فرقتنا كمان هتلعب الماتش أو آخر ماتش في المرحلة الدور الترتيبي هيكون يوم الثلاث الجاي مع سبورتنج في الأسكندرية على صالة نادي سبورتنج. قبل ما نروح للدور الثمانية هيتلعب بنظام البلاي أوفز أو طبعا البيست أوف فايف. وأكيد يعني فرقتنا كمان محققة ثلاث ألقاب لحد دلوقتي وهم بطولة منطقة القاهرة وبطولة دوري المرتبط وأكيد كأس السوبر لكرة السلة سيدات. كمان يوم الاثنين اللي جاي الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن محمد مصلحي هيلعب مع نادي سموحة واللي بيدربه الكابتن طارق. ده هيكون في أول ماتش من الماتشات اللي قبل النهائي في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. الماتش هيتلعب يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 بالليل على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. والماتش هيكون يعني المفروض بيتلعب النهاردة لكن لجنة المسابقات يعني برئاسة الأستاذ عصام النوار يعني قرر تأجيل المباراة لليوم الاثنين. وكمان الماتش هيكون على نفس الصالة وبنفس التوقيت يوم الثلاث. في حالة فوزنا بالماتشين بإذن الله هنصعد للنهائي على طول من بطولة الدوري. ولكن لا قدر الله يعني لو مكسبناش يعني الماتشين على طول أو خسرنا الماتش الثاني هنلعب ماتش فاصل يوم الثلاث اللي جاي على نفس الصالة صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. فرقتنا كمان يعني صعدت للدور ده بعد ما فازوا على نادي الطيران بنتيجة يعني شوطين أو عفوا مباريتين من أصل ثلاث مباريات. أما نادي سموحة فكان صعد على حساب يعني فريق سبورتنج. كمان فريق أول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي طبعا الفريق الطايرة وتحت قيادة الكابتن حمدي الصافي يعني ان شاء الله هيلعبوا مع نادي سبورتنج يوم الثلاث اللي جاي في الجوله الاولى من ماتشات قبل النهائي او النصف النهائي سيمي فاينل من بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره. كمان الماتش هيتلعب يوم الثلاث اللي جاي الساعه 10 بالليل على صاله نادي الاتحاد السكندري في الاسكندريه. ويمكن تاني ماتش هيكون على نفس الصاله ايضا يوم الاربعاء الساعه 9:30. وفي حاله فوزنا طبعا بالماتشين من اصل ثلاث مباريات هنصعد للنهائي على طول في بطولة الدوري. ولكن لا قدر الله لو ما كسبناش طبعا نفس الحكاية مع فريق الطايرة رجال لو ما كسبناش أول أو تاني ماتش وكسبنا أول ماتش هنلعب مباراة فاصلة يوم الجمعة اللي جاي على نفس الصالة في مدينة الإسكندرية. وفرقتنا صعدت للدور ده بعد ما فازوا على نادي الزهور بنتيجة 2-0 ولكن نادي سبورتنج صعد على حساب نادي الصيد بعد يعني ماتش قوي جدا حصل ما بينهم طبعا في الفترة الماضية. دي طبعا يا كابتن هيثم ويا كابتن هاني كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي سواء فريق الاول لكره القدم واستعداداته طبعا لمباراه الهلال السوداني ومنتخبنا الاول والمنتخب الاولمبي واكيد جميع الفرق الرياضيه الاخرى. يعني بشكركم جدا طبعا انا كنت معاكم النهارده وكمان مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده في ثلاث ايام شهر رمضان. الحقيقه غطيتي كل حاجه يعني غطيتي كل الاخبار على مستوى الكوره كره القدم الطايره السله الحقيقه يعني متعلقه دايما يا سلا وبنقول لك كل سنه وانت طيبه. وكنا اكيد والساده المشاهدين كنا مبسوطين بوجودك معانا النهارده. شكرا يا سلا وكل سنه طيبه وغطيتي كل حاجه ويا رب دايما متالقه كده ودايما النادي الاهلي من امام لامام ان شاء الله. ميرسي يا كابتن ان شاء الله. خلينا يا كابتن يمكن نتكلم عن حاجه. النادي الاهلي الحقيقه احداث كتيره جدا ودايما انا بحب اشير ده في كل وقت للتاني. الحقيقه النادي الاهلي ما بقى عنده 19 لعبه يعني بهذا الحجم من قطاع الناشئين بهذا الحجم من المنافسات بهذا القدر من التفوق للنادي الاهلي سواء في مصر او على مستوى افريقيا او العرب. لان النهارده النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا جدا بتدي او بتدعم المنتخبات بكوادر لا حصر لها. يا كابتن تاريخ يا كابتن هو ده تاريخ النادي الاهلي وهو ده خلي بالكم رساله النادي الاهلي. احنا دايما بنتكلم على البطولات وبنتكلم خاصه على كره القدم لكن بنتكلم على اكثر من 29 لعبه سواء على المستوى الجماعي او على المستوى الفردي يا كابتن. ويعني دايما جينات النادي الاهلي موجوده في كل الالعاب يعني زي ما بنتكلم الاهلي بمن حضر ده بس مش في كره القدم في كل اللعبات هتلاقي دايما المنافسه على المركز الاول في كل اللعبات سواء جماعيه او فرديه. فجينات النادي الاهلي موجوده في كل الالعاب سواء كره القدم او غيرها. فزي ما انت بتقول النادي الاهلي مؤسسه رياضيه كبيره جدا جدا وخير دليل ان هو معظم المنتخبات على جميع الالعاب دايما بيكون اعداد لاعبي النادي الاهلي متواجده بشكل كبير. ده انا اؤكد لحضرتك يمكن احنا بنتابع دايما الالعاب الاخرى والرياضات الاخرى والمنتخبات ايضا الالعاب الاخرى اكاد اؤكد لحضراتكم انه 50% وقد في بعض الاحوال يعني تفوق هذه النسبه
من النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش بيقدم كوادر بس لعيبه، ولكن بيقدم كوادر مديرين فنيين، صحيح، مدربين، دكاتره، يعني اداريين، يعني كوادر حتى على مستوى الاداره، حتى على مستوى الاداره. النهارده النادي الاهلي بيقدم كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الكف، يعني النشيط، كان نائب رئيس اتحاد الكره الطائره في فتره كان متفوق فيها الفريق منتخب مصر. يعني اللي اقصد اقوله ان منتخب مصر بيقدم كوادر في الوقت الحقيقه للنادي الاهلي، يعني بالكامل معتمد على نفسه في ميزانيته. انا احب دايما اكد على الموضوع ده، النادي الاهلي معتمد بشكل كبير على ميزانيته وموارده، بيصرف على الالعاب الحقيقه، يمكن الالعاب الجماعيه دي كلها والالعاب الاخرى يمكن الدخل اللي بيجي منها دخل بسيط، ولكن النادي الاهلي ملتزم بدوره من المنتخبات، وده دايما كابتن محمود الخطيب اللي بيأكد عليه في كل حفلات أو كل مراسم توقيع اللي حصلت مع الرعاة، أن النادي الأهلي ليس كرة قدم فقط. طبعا كرة القدم هي معشوقة الجماهير، ولكن الألعاب الأخرى في حسابات كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، وأيضا في قلب جماهير النادي الأهلي. استأذنك كابتن، ممكن بقى نطلع فاصل، يلا بينا، عشان يلا بينا نستقبل مين بقى أول ضيف لينا طبعا كابتن. معانا النهاردة في سهرة رمضانية رائعة كابتن عمرو الحديدي، طبعا مدافع النادي الأهلي السابق. هنتكلم معاه على النادي الأهلي، نتكلم معاه على المنتخب، وإن شاء الله تكون يعني سهرة رمضانية سعيدة علينا كلنا. بعد الفاصل معنا الكابتن عمرو الحديدي. أهلا بحضراتكم مرة تانية، خلينا نرحب بنجمنا النهاردة وضيفنا النهاردة، طبعا نجم كبير مدافع حديدي، عمرو الحديدي ده طبعا مدافع على، كان طبعا من رموز الكرة المصرية وخاصة النادي الأهلي، ليه مشوار طويل جدا مع النادي الأهلي، وكمان ما شاء الله يعني لما بنيجي نتكلم في الكوره ما بنلاقيش افضل من عمرو عشان نتكلم معاه في النادي الاهلي ومنتخبنا وفي الكوره المصريه بشكل عام. عمرو بنرحب بيك وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا كابتن هاني، ربنا يخلي حضرتك، وشكرا على المقدمه دي. حلوه قوي اول ما دخلت. لا لا كابتن رشدي اباظه كره القدم، يعني يمكن كل اهلتك وانت جاي كده كابتن رشدي اباظه بصراحه. حد قال لك المعلومه دي؟ طبعا كتير يا كابتن، ومحافظ على الشنب وبتاع، الله اكبر عليك. ده اساس طبعا. امال ايه يا كابتن، منورنا وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. السلام، الله اكرم، ربنا يخلي حضرتك. يمكن يا كابتن في البدايه اكيد طبعا مباراه الهلال هي الحدث الاهم والابرز النهارده عندنا على الساحه، ويمكن جماهير النادي الاهلي مستنياها، اللعيبه مستنياها، مصر كلها مستنيه المباراه، افريقيا كلها مستنيه المباراه دي الحقيقه، لان البطل الاكثر الانديه حصولا على البطوله دي اكيد مباراه مهمه. شايف المباراه دي ازاي؟ شايف حظوظنا فيها ايه؟ يعني نتكلم عن الاستعداد للمباراه كابتن. بص يا كابتن عمرو، قبل ما نتكلم، معلش يا هيثم، قبل ما نتكلم، معانا تليفون مهم جدا مع طبعا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. هنتكلم عن كمان زي ما اتكلمنا في الانترو على تذاكر المباريات، طرح التذاكر كمان هيبدا امتى، لان كل الحقيقه كل الجماهير يعني مستنيه طبعا انها تخش وتاخد التذاكر للحضور يوم السبت. دكتور سعد، مساء الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير كابتن عمرو، ومساء الخير كابتن هيثم، كل سنه وحضراتكم طيبين وجماهير الاهلي كلها طيبه وكل شعب مصر بخير وبصحه وسعاده. كل سنه وحضرتك طيب، واخبار دايما سعيده بيزفها النادي الاهلي لجماهيره، بدات يمكن من يومين ثلاثه بسعه 50,000 طبعا من جماهير النادي الاهلي يكونوا حاضرين باذن الله يوم السبت، كمان على مستوى اسعار التذاكر و يعني التذاكر المطروحة بجميع درجاتها من الدرجة الثانية للثالثة للأولى للمقصورة. الحقيقة مجهود كبير جدا يا دكتور بتقوم به الإدارة، وحضرتك كمان ليه طبعا إسعاد جماهير النادي الأهلي وتسهيل كمان وصولهم للاستاد والتواجد الكثير والممتلئ بإذن الله بخمسين ألف متفرج. يعني خليني يا كابتن هاني نبدا في البدايه طبعا الشكر الجزيل لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. في الحقيقه كان عندهم رغبه يعني حثيثه ان جمهور النادي الاهلي يبقى موجود ورا فرقته ويشجع فرقته، لان دائما جمهور النادي الاهلي كان بيلعب دور كبير جدا في كل انتصارات النادي الاهلي منذ انشاءه 1907، واحنا يمكن شفنا ده بصوره واضحه خلال العام الماضي لما كنا بنلعب في البطوله الافريقيه، وقد ايه أندية القارة الأفريقية الجمهور كان بيلعب دور معاها كبير جدا، واحنا يمكن كان العنصر ده في الفترة اللي فاتت كان موجود بصورة يعني صغيرة، مش الصورة اللي تعكس قوة جماهير النادي الأهلي والحضور الجماهيري الكثيف اللي كان بيتمتع بيه النادي الأهلي، واللي كان بيلعب دور حفز اللعيبة إن هم يحققوا. وأنت حضرتك وكابتن عمرو وكابتن هيثم كلكم شفتوا الجمهور ده وشفتوا قد إيه كان بيبقى دافع بالنسبة لكم جوه الملعب، وكان حماسه بيبث الحماس ده في كل اللعيبه، وكان بالتالي بتحقق نتائج كبيره، وده كان
سر كبير من البطولات بتاعه النادي الاهلي. فكنا حريصين، مجلس الاداره في الحقيقه كان برئاسه الكابتن محمود حريص ان يبقى في خطوه ايجابيه في هذه المباراه، وبالفعل كللت هذه الجهود في الحقيقه بالنجاح. وكان في المؤسسات الوطنيه كان لها استجابه لطلب النادي الاهلي، وان يبقى في حضور جماهير كبير. وبالفعل وزاره الداخليه مشكوره سمحت لنا بحضور 50,000 متفرج داخل استاد القاهره. ودي كانت الخطوه الثانيه، ان احنا الحمد لله تعاوننا ايضا مع كل المؤسسات الوطنيه زي شركه السادات ايضا اللي تعاونت معانا في ان احنا ننقل المباراه من استاد الاهلي بيت السلام الى استاد القاهره، نتيجه لرغبه النادي الاهلي في ان يبقى في عدد كبير من الجماهير بتشجع فريقها، وده ايضا بنوجه لهم الشكر الجزيل. دي كانت الخطوه رقم 2. كمان رحنا للخطوه رقم 3، يعني تعاوننا مع هيئه استاد القاهره على اساس ان هي تجهز الملعب بصوره سريعه، لان كان في احتفال كبير في حضور فخامه الاستاذ رئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي تمت عمليه الصيانه، وان شاء الله يوم 1 ابريل يكون الاستاذ في صورته اللي بتبقى محل فخر لكل المصريين. دي كانت الخطوه رقم 3. ثم جت بقى الخطوه رقم 4 في الحقيقه، وكان عندنا لجنه المباريات كانت موجوده فيها كل معظم اعضاء مجلس الاداره في الحقيقه كانوا مشاركين في هذه اللجنه. واللجنه الحمد لله بذلت جهود ايضا كبيره في ان هي تتعاون في ان احنا نوصل لاسعار تذاكر تكون في مستوى قدرات معظم جماهير النادي الاهلي. وبالتالي كانت اسعار التذاكر 50 جنيه للدرجه الثالثه، 60 جنيه للدرجه الثانيه، ثم 200 جنيه للدرجه الاولى، و 600 جنيه للمقصوره الاماميه. واعتقد ان دي ايضا كانت اسعار مخفضه بحيث ان احنا نقدر نساعد جماهير النادي الاهلي ان هي تحضر بالشكل الذي يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي ايضا وجماهيره. الحاجه الثانيه، الحمد لله احنا النهارده كان عندنا ايضا اجتماع امني مع القيادات الامنيه الخاصه بوزاره الداخليه، وتم تحديد اماكن وبوابات الدخول عشان نقدر نعلنها ونسهل على جماهيرنا اماكن الدخول. المقصوره الاماميه والدرجه الاولى يمين والاولى يسار ان شاء الله هيكونوا من بوابه ال رشان. الدرجه الثانيه ان شاء الله يبقى من الباب البحري بجوار دار المتبرعات. الدرجه الثالثه يسار هتكون من الباب البحري اللي هو بجوار دار المدرعات المستجده. ده كان بالنسبه لنا. ثم الباب الاسي هيبقى بالنسبه للدرجه الثالثه يمين، وده ان شاء الله هيكون بوابات الدخول عشان تبقى معلنه من دلوقتي، يبقى الجمهور عارف ايضا تذكرته سواء كانت درجه اولى سواء درجه ثانيه سواء كانت مقصوره اماميه يقدر يخش منين، عشان نمنع الكثافات الكبيره امام البوابات ونيسر على جماهيرنا ان شاء الله في هذا الشهر الكريم ان هم يتواجدوا بشكل فيه راحه وفيه ايضا سهوله ويسر للدخول. ده كانت الحاجه رقم 4. عندنا كمان حاجه مهمه قوي، ان احنا ان شاء الله باذن الله البوابات سوف يتم فتحها من الساعه 4 وسوف يتم غلقها الساعه 8. فمن خلال منصه حضرتك ومن خلال البرنامج الموقر احنا ايضا حريصين ان احنا ندعو جماهير النادي الاهلي ان هي تتواجد في الاستاد مبكرا عشان ما نعملش كثافات في قبل بدايه المباراه ويكون في ازدحام. من حابين ان هم يروحوا ان شاء الله من بدري ويستمتعوا باجواء المباراه. الجزء الخامس ايضا، احنا طبعا في النادي الاهلي في الحقيقه عندنا مهمه كبيره جدا جدا، ان احنا عايزين نستعيد كل جمهورنا ان شاء الله فيما تبقى لنا من مباريات هذا الموسم، وايضا اذا في حال التوفيق ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للاعبتنا وتحقق النتيجه المرجوه عشان ان شاء الله نقدر نستكمل باقي مباريات البطوله الافريقيه بهذا العدد الكبير من الجماهير العريضه اللي بتلعب دور رئيس في حفظ اللاعبين داخل الملعب. ده مهم بالنسبه لنا، عشان كده احنا واثقين جدا في جمهورنا وعارفين جمهور النادي الاهلي كويس، وان جمهور النادي الاهلي هو دايما السند، وهو دايما اللي بيساند النادي الاهلي، وهو دايما اللي بيحافظ على قيم النادي الاهلي، وهو دايما اللي بيعكس الشكل الحضاري لجماهير كره القدم المصريه داخل المدرجات، وبيشجع التشجيع المثالي اللي الناس كلها بتبقى فخوره بيه. وده احنا كلنا ثقه بان ده ان شاء الله هيحصل. ودي زي ما بنقول احنا في النادي النهارده في اللجنه الموقره لجنه المباريات، كنا حريصين ان يبقى عندنا مبادره كريمه، ان فرصتك في ايدك، فرصتنا في ايدنا، يعني احنا اللي هنمتلك امام المبادره في ان احنا نقدر نستعيد جماهير كره القدم المصريه مره ثانيه داخل كل الاستادات المصريه عبر جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيقدم المثل والقدوه لكل جماهير كره القدم المصريه باعتبارها الشريحه الاكبر في مشجعي كره القدم.
الرساله الثابته يا كابتن هاني، زي حضرتك سمحت لي وضيوفك الكرام، احنا كمان بندعو جماهير النادي الاهلي ان هي تحدث الفان اي دي، اللي معاه فان اي دي من الموسم الماضي يحدثه عشان يقدر يخش المباراه، واللي ما استخرجش الفان اي دي ايضا يبدا يستخرج الفان اي دي عشان يبقى عنده فرصه لحضور المباراه، لان طبعا من فتره كبيره احنا يمكن ما كانش عندنا الحضور الجماهيري الكبير دوت، وبالتالي الفان اي دي ده عامل رئيسي، شرط رئيسي في ان الناس تبقى متواجده داخل المباراه. كمان بندعوهم ان طبعا احنا عندنا برضو ثقه كبيره ان هيبقى في التزام ان شاء الله من الجمهور بكل التعليمات بتاعت المؤسسات الامنيه، سواء كانت اللي من وزاره الداخليه او سواء كانت الشركه المنظمه اللي بتبقى موجوده، الشركه الافريقيه او الامن الاداري ان شاء الله اللي بيبقى موجود عندنا في النادي، بنستجيب لكل التعليمات، اللي كمان بتبقى الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على امن وسلامه جماهير النادي الاهلي، اللي في الحقيقه احنا عندنا استعداد نبذل كل غالي وثمين، لانهم هم اللي بيضحوا وهم اللي بيسافروا ورا الفرقه وهم اللي بيقدموا كل شيء من اجل تشجيع ومسانده لاعيبه النادي الاهلي. ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا التوفيق، يا رب يكون عندنا التوفيق ان شاء الله لتحقيق طموحات جماهير النادي الاهلي. دكتور سعد الشلبي، طبعا بنشكر حضرتك، انت وفيت كل حاجه، احنا كان عندنا اسئله الحقيقه كتيره، بس ما شاء الله دكتور يعني معهود على حضرتك، دايما نظمت كل حاجه، اديتنا كل التفاصيل، حضور امتى والدخول من اني بوابه واسعار التذاكر، اكيد دي حاجه كويسه جدا. وبنشكرك دكتور سعد الشلبي طبعا مدير النادي، وبنشكر حضرتك على كل المعلومات المهمه وكل البيانات المهمه اللي كان جمهور النادي الاهلي محتاج يعرفها. دكتور سعد الشلبي بشكرك شكرا جزيلا. مهم بس يعني في كل اللي اتقال، طبعا انا وقفت عند نقطه قالها الدكتور سعد، نقطه مهمه جدا جدا، خلينا نتكلم، ودي رساله لجماهير النادي الاهلي. انا يعني هو بيتكلم الجماهير تروح من بدري، انا بقول له لو الجماهير تقدر تروح من 7 الصبح هتروح من 7 الصبح، دي جماهير النادي الاهلي. ولكن الرساله الكبيره والرساله ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي تقدمها لمصر بعوده الجماهير للملاعب مره ثانيه، ان شاء الله هتكون هو ده النموذج وهو ده الشكل اللي يظهر بيه جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت. التشجيع المثالي، الالتزام داخل وخارج الملعب، الحضور الخروج الدخول، عايزين نقدم صوره نقدمها كده نموذج للإدارة المصرية سواء لاتحاد الكورة أو الجهات الأمنية، نقول لهم اتفضلوا هذا هو نموذج الجماهير، لأن الجماهير هي عصب كرة القدم. فدي أنت خلاص الموضوع بقى في إيديك، عايز تتواجد مرة تانية بهذا الكم من الحضور في استاد القاهرة تاني، الأمر في إيديك إن شاء الله يوم السبت. عايز بإذن الله يكون بتساعد، وانت أكيد عارف قد إيه أهميتك لفرقتك خلال المشوار اللي جاي، بقى احنا مش هنقف عند مباراه الهلال، لا ان شاء الله ربنا يوفقنا وعندنا مباريات مهمه، هل انت حريص انك تكون متواجد؟ ده برضو رساله هتكون ان شاء الله يوم السبت. فرساله مهمه جدا يا كابتن طبعاً، ان النادي كمان الاهلي وجماهير النادي الاهلي تدي نموذج ان شاء الله يحتذى به في الفترات الجايه، تشجع الناس انها تفتح الاعداد واكبر عدد من الجماهير يكون متواجد باذن الله في مباريات النادي الاهلي على مستوى الافريقي، وبعد كده كمان على مستوى الدوري بشكل عام يعني. ويمكن ده كابتن هاني اللي احنا قلناه في طبعا في بدايه السهره الرمضانيه الجميله دي، انه الموضوع بقى في ايد الجماهير، جماهير النادي الاهلي تقدر تدي تابلوه كبير جدا النهارده. يعني انا ما افتكرش ان في تم السماح بعدد كبير في مباراه نادي، يعني يمكن مع المنتخب سمعنا ان طبعا تم السماح بحضور عدد كبير او الساعه الكامله لاستاد القاهره، ولكن يمكن 50,000 النهارده في حضور احد مباريات الانديه، ده رقم كبير. الفرصه والمبادره اللي اتكلم عليها دكتور سعد الشلبي مشكورا، مبادره ان فرصتك في ايدك او الفرصه في ايدك، اكيد طبعا دي حاجه تسعدنا، عايزين الجماهير ترجع تاني حتى في المستوى المحلي والمباريات المحليه ان شاء الله، ده مش صعب. وانا اتصور ان شاء الله ان يوم مباراه الهلال لا هيبقى الموضوع جيد جدا، واكيد هيكون فتحه خير على حضور الجماهير مره اخرى. كابتن هاني نرجع لحلقتنا النهارده وكابتن الكبير كابتن عارف يا كابتن هاني، وانت حضرتك بتتكلم والدكتور سعد بيقول احنا كنا في مبادره قريبه لرئيس الجمهوريه اسمها كتف كتف، صحيح احنا هنطلع مبادره احنا جماهير النادي الاهلي اسمها مصلحتنا واحده، مصلحتنا كلنا واحده، في برنامج لم الشمل، احنا اللي هنلم شمل الناس، العدوى بتبدا من النادي الاهلي، النادي الاهلي بيشتغل صح فكله بيقلد، ال 50 يبقوا 100، ونرجع تاني لايام 90 مع وجود حضرتك في كاس العالم ايام ماتش الجزائر، نرجع اللي احنا فاقدينه بقى لنا فتره. صحيح ده مهم جدا، ودي رساله النادي الاهلي يمكن على مستوى البطولات، لكن كمان رسائل مهمه جدا بيقدمها النادي الاهلي. قبل ما اخش معاك والكابتن نتكلم معاك كابتن هيثم في مباراه الهلال، خلينا
نتكلم على ذكرياتك في رمضان. كابتن عمرو مشوار طويل مع النادي الاهلي واكيد كان ليه ذكريات سواء في مباريات في ايام رمضان، ذكريات بتفتكرها اول ما رمضان بيهل عليك بتفتكر ذكريات معينه تحكي لنا عليها. بص يا كابتن هاني، مع النادي الاهلي كان كل حاجه فيها التزام، كل حاجه ما فيها انضباط، يعني كان ماتشاتنا كلها بتبقى بعد الفطور. احنا بنبقى عارفين بنمشي ازاي وبنتحرك ازاي وفتره المحاضرات ازاي. يمكن جالي هامس دلوقتي بسيط قوي، ايام ما كنت في المحله كان الله يرحمه الكابتن شناوي يقول لي اسمع الكلام، هتفطر عشان تلعب. اقول له يا كابتن طيب ماشي هشرب واعمل نفسي بشرب والعب، وبعد الماتش ما يخلص اقول له انا ما شربتش، انا كنت بلعب اهو. واسال الكابتن مصطفى زفتاوي الكابتن صابر عيد انا مش بفطر، انا ببقى مبسوط كده، انا حاسس ان انا هبقى بادي كده 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 انا مش باكل، فسيبني ابقى براحتي. مع التعود ابتدى هو يقتنع، وابتدت فرقه المحله كلها بلا استثناء ما فيش حد فينا بقى بيفطر، بالذات الصغيرين. النادي الاهلي في كل حاجه فيها كابتن هاني فيها مظبوطه على الشعر زي ما بيقولوا، الالتزام، الاسلوب، اقامه الصلوات في مواعيدها، تركيزك. النادي الاهلي علمك حاجات لنفسك خارجيه وداخليه، داخليه الالتزام والروح، خارجيه بقت برضو الالتزام والروح، روحك تبقى عاليه قوي عشان توصل للهدف اللي انت عايزه، والتزامك انك تبقى مادي المواعيد على اكمل وجه. النادي الاهلي ادانا كل حاجه حلوه، يعني يمكن احنا اتعلمنا بره حاجه صغيره، النادي الاهلي كمل الدايره، لو في بره 10% الاهلي كمل 90% بقت 100%. النادي الاهلي الواحد لما بيتكلم عنه ممكن يقعد حلقات كتير يقعد يقول مش شعارات، دي حقيقي، مش انا بس اللي هقول الكلام ده، كل اللي موجود في النادي الاهلي عاش الحاجات دي. صحيح. اذا كانت على ايام الكابتن صالح، الكابتن حسن، الكابتن محمود، الفتره دي كلها احنا بنقول كل واحد كان موجود في الكيان ده حافظ عليه قوي. طب يا كابتن في مباراه يعني على مستوى الفريق الكبير بقى في النادي الاهلي لعبتها في شهر رمضان، مباراه مصريه، مباراه كانت مهمه بره جوه في شهر رمضان ما تنساهاش؟ في الصيام يعني في الصيام كان في مباراه اسوان، وكان درجة حرارة عالية جدا هناك، وكان ساعتها كان في الصيف رمضان، في الصيف ولعبنا الماتش دوت مهم جدا، وكان مستر هولمان مصمم ان احنا يعني نأدي اداء اكثر من رائع بنتيجه ايجابيه، وفعلا كسبنا الشوط الاولاني 2-0. فاكر كان سنه كام تقريبا يا كابتن؟ في اول التسعينات 95 هولمان موجود، 95 97 بعد كده جيت سوبل، ما هو بالترتيب هاريس لغايه 95 او اولها، بعد كده هولمان اللي كمل السنتين بتوعه او السنه ونص، بعد كده جيت سوبي. المباراه دي ما تنساهاش عشان طبعا الظروف عشان ما كنتش بلعب، ما انساهاش عشان ما كنتش بلعب، ما كنتش بلعب والراجل كان مصمم ان انا العب ولعب عشان كنت متعور وكنت اكثر من، يعني هقول لك على حاجه، انت الدافع المعنوي جواك ان ربنا هيكرمك، نعم، مقتنع بقدر ربنا، بس انت عامل اللي عليك، اللي يعمل عليك بقى انك انت مركز. اي حاجه فيها امور نفسيه بتتقال حواليك، هتعطش وهتشرب وهتبقى عطشان ولا حاجه، الكلام ده كلام ولا الكلام ده موجود اصلا. يمكن انا ليا تجربه كمان مع المنتخب الاولمبي كابتن، كنا بنلعب في الاولمبياد لندن 2012، كانت مباراه الساعه 1 الظهر، 1 الظهر في رمضان. الحقيقه طبعا اللعيبه كلها متعوده، وانا عن نفسي كنت بصوم مع الناس وانا ما عندي معسكر منتخب او مع النادي الاهلي، فزي ما انت بتقول اللي بيقول ده بيأثر ما بيأثرش، بالعكس بيدي دوافع كبيره جدا وبيأدوا بشكل، والناس بتدوس على نفسها حتى عشان تطلع كل اللي جواها. ف يعني انا شايف ان الجزئيه ديت معظم، يعني اقول 99% من كل اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي او مع منتخب مصر كان بتصوم في رمضان. فخلينا نرجع من ديت نروح على مباراه مهمه جدا. كابتن هيثم يمكن سالك قبل الدكتور سعد ما يدخل مداخله معانا تليفونيه، مباراه الهلال شايفها ازاي بعد طبعا عوده زمام الامور تاني بقى بايدين النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، انا مسميها مسمى مباراه الهلال تصحيح وضع، تصحيح وضع النادي الاهلي. هو الطبيعي انه يبقى اول مجموعه، الطبيعي هو اللي يدور على الوصيف اللي معاه في المجموعه بتاعته. دلوقتي احنا في ايدينا الزمام، طبعا كرم بتاع ربنا، اداء اللعيبه، ال 11 راجل اللي موجودين، ايا كان المدير الفني اللي موجود بيشرح ايه، بيقول ايه، بيوصل للعيب بتاعه ايه، اللعيبه اللي تقدر تعمل كل حاجه. يمكن انا بقول للعيبه النادي الاهلي في وجود الحشد الجماهيري الكبير دوت في استاد القاهره، ملعبك اللي انت بتحبه اللي انت متعود عليه، الماتش يخلص بتركيز والتزام. الماتشات دي من وجهه نظري لعيبه نص ملعب وفراوده والتزام 150% لعيبه خط ظهر وحارس مرمى، ان انا ابقى مركز. مش مشكلتي ان مثلا شريف يضيع او كهربا يضيع او حسين او عبد القادر، مشكلتي اللي تيجي عليا انا اللي بديله الثقه ان مفيش حاجه هتوصلني، مفيش حاجه هتسبب لي ارق، مفيش حاجه هتعمل لي اضطراب في خط ظهري، انا ملتزم بحته معينه.
عندهم لعيب بيجيد السرعات والناس كلها بتتكلم عنه اللي هو ميكادي ليليبول اللي هو نمره 25 الكنغولي نمره 25. يا جماعه عادي لعبنا مع اسماء كبيره وانتوا النادي الاهلي اسد افريقيا، ادي بادائك اللي انت بدون ضغط عليك بدون عصبيه هتنفذ انت عايزه، بس ايجابيتك انك تعلي السكور ويكون الهدف واثنين وثلاثه عشان طبيعه اللاعب المصري بعد ما بيوصل للرياحيه معينه في ثلاث اهداف او هدفين او اربع اهداف بتلاقي نفسك في هدوء بسيط كده بيوصل للعيب وتراجع في الاداء. دي انت كابتن هاني هتبقى طبعا سعيد مش ده مش رفاهيه في المباراه ديت، خلي بالك بالزبط. انت لازم تكسب فرق هدفين يعني 1-0 ان شاء الله يوصلك، لكن لا قدر الله لو جه فيك جون هتبقى عندك مشكله، لازم تجيب جونين، لازم على الاقل كمان تكسب 3-1 جونين على واحد هتضغط وتدخل نفسك من الاول وجديد وترفع تاني السرعات والحمل والالتزام هتبتدي في ثغرات هتحصل. لعيبه النادي الاهلي بخطوطها بيدفوا بعضهم بيبقوا جنب بعض بيادوا خط الظهر لوحده نص الملعب لوحده فراوده لوحده كل واحد فيهم، ارتفاع مستوى الاداء الجماعي اللي احنا شايفينه في النادي الاهلي يبقى ايجابيته انصاف فرص، الفرصه اللي تيجي جون صحيح. والفرصه اللي تيجي جوه مرمية ما شوفهاش، ما فيش حد يشوف المرمى بتاع الشناوي شكله ايه، يعرفه بس هو بيسخن بعد كده ما يشوفوش طول ال 90 دقيقه. طب ودي شايف يا كابتن يعني الروح، يعني انا دلوقتي كفرقه لما كان بيبقى عندنا ماتشات جامده زي دي لما بنعلي الروح قوي كفرقه وانكار الذات والتلاحم بتعوض اي امور فنيه تانية. يعني انت دلوقتي لو عالي جدا ونازل في حماس وعندك قوه كبيره جدا تلاقي ال 11 لعيب بيدافعوا 11 لعيب بيهاجموا هتلاقي كله مقفل خطوطه كله بينكر ذاته. النهارده الروح مهمه جدا يا كابتن في مباراه زي دي. هم طبعا هم حاسين بيها كلهم، بس مش عايز يبقى فيها ضغط عليهم من وسائل الاعلام ان انا اقعد اقول لهم انتوا، هم عارفين هم عايزين يعملوا ايه. ايا كان مستر كولر وهو بيشرح جزء معين واللعيبه هي اللي بتبتكر وبتطور الاداء بتاعها. اللعيبه اللي عايزه بتفكر تعمل ايه؟ بتفكر ان هي رجعت تاني الاسد اللي هيحرج المجموعه بالكامل. هو عارف خطوره وجود النادي الاهلي في البطوله دي شكلها ايه. هو مش عايز النادي الاهلي يكون موجود ايا كان مين هو، اذا كان سان داونز ولا الهلال ايا كان مين هم. سيبك بقى من الكلام ان هو كسب اهلي شند 4، امور نفسيه خلاص اتعودنا عليها، عندهم فيرود وعلي ابو ال 20 اتصاب ولا كل ده يفرق معانا. ان شاء الله يكونوا جايبين فرق الدوري كلها بتاعت السودان، هتلعب في منتخب السودان ضد النادي الاهلي، ايجابيه النادي الاهلي مكسب اداء استحواذ بدون اي تراخي او اي هدوء في الاعصاب. ال 90 دقيقه بتضغط وال 90 دقيقه بتوصل للمباراه انك انت النادي الاهلي اللي طبيعي انت ما تفكرش تبص للاعلى. تعرف ايا كان الغريب ايه؟ ان عندهم اهلي شندي ده كان مباراه رسميه صحيح. في الدوري. ما انا عارف. وتأجلت بقى ماتش ودي. هم بيحاولوا يوصلوا رسائل طبعا كل الاحترام لكل الانديه لكن عمليه الحرب النفسيه بشكل او باخر بتوصل يعني اتاجل لنا ماتشات احنا بنلعب ماتش ودي دلوقتي يقول لك حارس المرمى عنده اصابه ممكن يلحق ممكن لا كل الاجواء اللي خارج المستطيل الاخضر قبل ال 90 دقيقه بتدار بشكل او باخر ولكن احنا كمان عندنا من الخبرات من اللعيبه الخبرات اللي عندها القدره وعندها الامكانيه انها تعرف الكلام دوت وتاهل نفسها بشكل متزن. دايما بنتكلم يا كابتن عمرو ان الحماس الزياده ممكن يقلب ضد يبقى ضدك صح ويبدا يبقى في عمليه تسرع في الملعب، في فرق بين السرعه والتسرع، يبقى عندك تنشنه زياده في الملعب ولكن الاتزان حتى الحاله النفسيه لازم تكون متزنه، عندك ثقه في نفسك بس مش مغرور، بتحترم الخصم بس ما بتخافش من الخصم، كل الامور ديت ما بينهم شعره يا كابتن شعرة. لازم يعني لازم نشتغلها بشكل بروفيشنال اللي هم كبار الفرقه الحته بقى اللي داخل الملعب يبقى كبار الفرقه هي دي الخبرات بقى تظبط الاداء. كابتن احنا شفنا اجمد واحد في مصر اجمد واحد جه مصر بيتعامل على العامل النفسي وهو قبل ما يكون مدير فني النادي الاهلي موسيماني، كان يقول لك لعيبه النادي الاهلي وانا عايز ابقى بس موجود ولاعب الهرم الكبير. الكلام ده كله المفروض لعيبه النادي الاهلي كلها عشرته وشافته وسمعته وهي بتلعب، اذا كانت لعيبه منتخبات اولمبي ولا الدرجه الاولى، لعيبه النادي الاهلي كلها منتخب مصر اذا كان اولمبي او المنتخب الكبير. نعم. طب كابتن يمكن مستر كولر فضل يدي للفرقه 5 ايام راحه سلبيه بعد مجهود شاق، يعني يمكن من اول بطوله العالم لما لعبنا بطوله العالم واللعيبه ما ريحتش، وحتى يمكن انا شايف الوضع اللي حصل في افريقيا والامور الصعبه اللي مرينا بيها كان نتيجه ان انت كان عندك اجهاد عالي جدا في بطوله العالم، انت كنت تلعب مره في مدينه وترجع في مدينه ثانيه سفر رايح جاي، وانت يمكن الفرقه اللي لعبت اكتر عدد مباريات كتيره جدا لان انت بدات من الدور الاولاني، شايف 5 ايام راحه دي ممكن تفرق مع الفريق يا كابتن؟ بص يا كابتن هيثم، قبل ما هقول ان كولر جه على الوقت اللي فيه ضغط على لعيبه النادي الاهلي، في 3 سنين تلاحم مباريات من اول قبل كولر ما يجي
باستمرار باستمرار صحيح. بنلعب كل 3 ايام. حتى وانت بتلعب لعبت اسوان، رحت لعبت الهلال، جيت من الهلال على ماتش المقاولين، لعبت ماتش القطن، المسافه حتى ما عندكش وقت تختار الفرقه الثانيه اللي تقدر تجهزها تلعب بيها، فانت برضو عايز تطمن على لعبتك، وفي نفس الوقت استمراريه الاداء بالمكسب، المكسب بيجيب مكسب، دي طبيعه صحيح. احنا بنحطها في نفسيتنا. اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي والضغط اللي في النادي الاهلي هو ده البطل، البطل اللي ما بيحسش باي اجواء حواليه، اذا كان رعد، برق، ضغط، ايا كان، ايا كان. الخمس ايام هو الراجل ذكي قوي، المشاحنات اللي سمعتها لعيبته على السوشيال ميديا وعلى الصحافه وعلى الاعلام، هو خرجهم من الموضوع وعايشهم دخلت رمضان، وعايشهم مع اهاليهم، وعايشهم بره الضغط عن مباراه الهلال. واول لما رجع رجع بتركيز، عشان مباراه الهلال هيبقى فاضل لها اسبوع او 8 ايام، بتركيز كامل عشان يعرف ياخد من المباراه اللي هو عايزه. قبل ما اكون انا عندي اداه معينه بتعامل بيها مع اللعيب بتاعي، هو مش اله، لا انا بعيش معاه وفي نفس الوقت بهديه، وفي نفس الوقت باخد منه ان انا بخرجك تستريح، فريح نفسك كويس قوي عشان اما هتيجي، عشان لسه في مش عايز اسميها معركه، في مشوار مهم جدا بدايته يوم السبت الجاي، فمحتاج تركيز اكتر من اي مره تانية. فشايف الخمس ايام دول يعني كانوا اكيد عاديين، عاديين جدا، و90% هتلاقي معظم اللعيبه كانت بتتمرن، لو هجري يعني الكابتن هاني موجود هقدر، مش هقدر اقول الكلام ده، هجري هخش جيم، حتى مع هتلاقي نفسك بتعرف، مش هتلاقي سلبيه. بيقولوا عدم التدريب هو نفسه تدريب، تدريب يعني عدم التدريب او الراحه تعتبر جزء من التدريب على المستوى البدني، يعني انت بتريح علشان توصل، او بتريح علشان يعني ترجع تاني للمستوى العالي بتاعك. طيب خلينا نتكلم شويه فني على المباراه يا كابتن عمر. هكلمك، طلبوا مني فاصل، هنتكلم على النواحي الفنيه طبعا مع الكابتن عمر الحديدي عن مباراه النادي الاهلي والهلال، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. والاهلي في رمضان كنت بتكلم مع كابتن عمر على السيناريو المباراه على المستوى الفني ما بين طبعا النادي الاهلي والهلال، تحت ملحوظه مهمه جدا ان نكون حريصين ان ما يجيش فينا جون، يعني ان شاء الله باذن الله انا عارف ان احنا عندنا فرص كتير نجيب فيها اهداف، لكن كمان السيناريو اللي بيلعب عليه كولر ازاي بشكل او باخر تحافظ على شباكك نظيفه، وفي نفس الوقت عندك قدر مين الاهداف تقدر تسجلها عشان ترتاح في المباراه، زي ما اتكلمنا نتيجه 1-0 توصلك، 2-1 مشكله، 3-2 مشكله، وبالتالي انت مطالب لا قدر الله لو جه في جون انك تسجل على الاقل كمان 3 اهداف مش هدفين. يعني يبقى انا بدخل نفسي في دوامه ملهاش اي لازمه، انا بحط لنفسي عدد معين اداء اللعيبه، انا من وجهه نظر انا لو انا لابس عبايه كولر وبشتغل، اللي انتهيت بيه ببدا بيه، كل الاداء اللي كان في مباراه القطن هو اللي ببدا بيه مباراه الهلال، حتى على مستوى التشكيل، حتى على مستوى التشكيل، يعني احنا مش هنختلف عن الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعه وعبد المنعم وعلي. رامي ربيعه ليه؟ عشان السرعات، ومكادي اللي ليبو هو هيدرز وعافي راجل جراي، انا محتاج حد يبقى قريب من الحته دي، يمكن محمود متولي لسه داخل للامور الجماعيه ورجع رجوع من الاصابه هو وياسر، هبقى انا مزبوط. عندي ريسك معين. مروان عشان يعمل الربط عكس ديانج وعكس حمدي فتحي، انا عايز مروان عشان يعمل الربط ما بين خط الظهر، ان انا بقلب طريقه اللعب ل 4-1 4-1، الاربعه التانيين هو تاو عشان بيشتغل الحته الفرديه والحته الجماعيه مع محمد هاني، ودي شفناها بمباراه القطن، عبد القادر والحته الفنيه والجماعيه برضو فرديه وجماعيه مع علي معلول عنده الحلول، قفشه والسوليه وكهربا. ليه قفشه؟ عايز واحد يمسك لي الكره ويلعب لي محاور لعب النادي الاهلي، السروهات اللي بتعمل والاسيستات اللي بتتعمل مش بدايه بحسين الشحات، لا انا عارف انا عايز اخلي كمان حسين لجزء من المباراه بالظبط كده. بص يا كابتن هاني وانت حضرتك سيدي عارفين، اما بيكون عندي كم من البدلاء، مش بسميهم بدلاء، لو عندي اداء لعيبه خارجيه تكون مفاتيح تقدر تحل لي افضل بكتير ان انا اعكس تاني او تالت مباراه النادي الاهلي يكون عنده وفره بدلاء يقدر يتحكم في رتم المباراه. عندك بره حمدي، عندك بره الو ديانج، عندك شريف، عندك حسين الشحات، عندك حلول. مروان الحته الدفاعيه اللي هو بيلم نص الملعب، ودي شفناها امبارح بعد غياره مع طارق حامد، هو اللي موجود بيعمل الربط ما بين الاربعه اللي في خط الظهر واللعيبه القدامانيين اللي هم تحت الفيرود. تاو شايفينه للمباراه الثانيه على الاداء الفردي اكثر من رائع، والاداء الجماعي واللياقه واصل امكانياته، والربط بينه وبين هاني كان الاول بيشتغل فردي بس، لا دلوقتي بيشتغل يعني فردي جماعي، يعني من الحاله بالزبط. اللي وصل لها بيرسي تاو ما ينفعش الحاله ديت وممكن تقعده، يعني حريه اقدر اشتغل. عبد القادر وعنده الحلول وشفناها مره واثنين في المباراه اللي هناك، اول 5 دقائق كره حسين الشحات. قفشه النبض
والربط ما بين نص الملعب وفراوده. التحكم في الريتم بمعنى اصح يعني بالزبط. ممكن جدا في وقت من الاوقات كابتن هيثم اكيد برضو يعني حته الريتم دي في كل الالعاب يعني طبعا. بيبقى في وقت من الاوقات محتاج تهدي الريتم وفي تسرع. وقت من الاوقات تسرع الريتم. صحيح. القادر على الحته دي شويه هو قفشه يعني قادر على ان هو في وقت من الاوقات عايز تعمل استحواذ بس العجيب صانع الالعاب اللي متحكم في ريتم المباراه. بس عاجبني يا كابتن عامر انت حاطط يعني توليفه حلوه يعني يعني النهارده لما نلاقي يعني نقل من الدفاع للهجوم وبعد كده تروح للهجوم بيبقى في ضبط ايقاع يعني واضح من فكره حضرتك او رؤيتك في التشكيل ان يكون في دايما سلسله ده بيوصل لده ده بيوصل لده في الاخر يبقى الفرقه الاداء منضبط. بص يا كابتن عايز انت هتاخد ايه من عمرو السوليه؟ تسديدات خارجيه العبها هو جوه الصندوق الشغل الحاجات اللي فيها لونج باس وشورت باس والحاجات ومطلوبة. الجميله دي بيعملها ومطلوبه كهربا وعنده الحس التهديفي واضح 10 ماتشات 7 اهداف و3 اسيست رجله داخل الصندوق صحيح. بيعرف من انصاف الفرص يجيب جوان تاو وبقى في ربط بينه وبين كهربا عبد القادر وبقى في ربط بينه وبين كهربا كلمه شادو سترايكر اللي هو السترايكر الخفي انت محتار هم الخمسه دول فراوده الله ينور عليك قفشه تاو هتمسك مين ولا مين عبد القادر السوليه كهربا كلهم يقدروا يحددوا واحد بيعرف يعمل اتزان مروان يقدر يلم لي دي اما تيجي تفكر في الغيار حمدي شغلك ديانج عكس الهجوم اللي انت كنت مطلوب منك في مباراه الزمالك صحيح. ديانج يبقى انا بقفل مجريات الملعب اطراف الملعب لازم حد يكون بيهديها هاني زايد باستمرار يبقى مروان بيميل في وجود ربيعه علي طاير بيميل مروان في وجود عبد المنعم طب هل محتاجين نلعب نقسم المباراه فيزس او مراحل يعني انا دلوقتي كل مدرب بينزل حاطط في دماغه استراتيجيه معينه هلعب اول ثلث ساعه بكذا او ثلث ساعه ثانيه بكذا ثلث ساعه بكذا كابتن هيثم بيسالني على حاجه انا تملي بقول كولر بيلعب بثلاث سيناريوهات عايز اسمعهم من حضرتك بقى اول سيناريو الكولر في البدايه 4-2-3-1 ده اللي ظهر للناس تمام اول 10 دقائق 4-3-2-1 4-3-2-1 تمام او 4-3-3 هو واحد او اثنين في اللعيبه تمام هو بيقدم او واحد لعيبه هو اللي بيغير شكل اللعيبه بيقدم او ياخر حاجه بعد بالظبط ربع ساعه هو بيشتغل من تحت الكره جس النبض وبيقنع الخصم ان هو مديك الاستحواذ امتلك زمام الملعب نعم. بعد كده بيقلب طريقه اللعب 4-1-4-1 الحته الهجوميه بيبقى 5 لعيبه الحته الدفاعيه 4 لعيبه بس اللي ظاهر لينا انت تلعب بفرد واحد من الهلال بياخدوا رامي بيبقى السبير بتاعه او الكفر اللي وراه عبد المنعم ومروان بيبقى قدامه بيبقى 3-1 اي زياده من نص الملعب بياخده مروان والحته الكثافه العدديه للاربعه اللي تحت كهربا 5 فراوده خمسه أي فراوده حد ممكن يهدف 5 فراوده صحيح. عبد القادر وتاو المحور اللي بيشتغلوا بيه المهاري جوه الصندوق السوليه في جهه العاب الهواء التسديد امكانيه قفشه انه يعرف يشتغل على الاطراف ويشتغل من العمق النادي الاهلي اول 10 دقايق في مباراه القطن ايه ده هو النادي الاهلي بيلعب طويل ليه اول لما اشتغل الشغل بتاعنا ال1 2 والتيك اوفر والاوفرلاب ظهر النادي الاهلي بايجابيته احرز جول ده غير كمان دور علي معلول كان بيبقى مميز جدا بالظبط كده الهجوميه محمد هاني كمان ليه ادوار هجوميه فاحنا بنتكلم هو يعني ان شاء الله باذن الله يكون في اتزان في الحته دي يعني زي ما بقول هو سيناريو لازم اول 10 دقائق بتنزل مع الضغط الجماهيري مع وجود الجماهير ممكن مع ديك دفع لا انت هتضغط من اول دقيقه مفيش مش هتديله مساحه انه يحضر بالظبط اول 10 دقائق طب السيناريوهات دي يا كابتن هاني وحضرتك طبعا يعني ليك خبره تدريبيه كمان مش بس في الملعب هل السيناريوهات دي بتبقى ليها علاقه بالنتيجه يعني ولا هو بينفذها وات ايفر النتيجه كانت كام يعني انا قصدي حضرتك ليك هدف دلوقتي نعم ال 10 دقائق الاولانيين لازم هدف مبكر ده بيديني دفعه كبيره جدا وبيديني اصرار على التعزيز مجرد ان اول ربع ساعه احرزت هدفين اي فرقه مجرد انك جبت جون هتبتدي يفتح خطوطه وهو هيستعمل الكونتر اتاك لراجل زي ما بيقولوا عافف من السرعات اللي هو مكادي لليبو ده بسرعاته طب ما هو مش حاجه توصل له طول ما انا مضغط على المكان ده يبقى مجرد ان الكره بلغه الكوره بطفش من خط ظهر الهلال بستحوذ وببدا من جديد الثبات الانفعالي والهدوء بدون ضغط مش استعجال جماهير لعيبه النادي الاهلي تقدر تنهي الكلام بس بشرط احرزت جون واثنين باذن الله وثلاثه استحوذ على مجريات المباراه وامن خط ظهرك مالكش دعوه بنص ملعب وفراوده انا خط ظهر الحاله الدفاعيه دي رقم طب واحد طب يا كابتن مهم انا اسف يا كابتن انا حته مهمه الهلال بقى نظره على الهلال كده الهلال ينزل يلعب على التعادل ولا يجي بيهاجم لو حضرتك قلبنا الترابيزه حضرتك قعدت مكان لا هو هيعمل حاجه واحده هو هيستعمل ان سايب فيرود هجام بياخد الكونتر اتاك الحاجات المرتده يجري بيها بس يعني هيقفل يبقى محطه طبعا لو رجعت لمباراه الهلال هناك انت اول 10 دقائق 2-3 2-3 لينا بعد كده
هو الخطا ايه؟ عدم رؤيه الشناوي للشمس في الكره الثابته دخل الجون، بعد كده خلاص الموضوع منتهي. في جون واثنين لحسين والحمدي والعبد القادر، الاستاد حاجه تانية والجمهور حاجه ثالثه، والروح اللي انت روح المكسب او روح البطوله اللي انت هتحققها اعتقد هي في كل واحد فيهم. لو انت بتلبس فلينه بلدي كل واحد فينا هيبقى عايز يلبس 11 فلينه ويأدي بيها، مش هيلعب مفتوح بس هيلعب على جزئين. الجزء الاولاني زي ما بتتكلم الكاونتر اتاك، مش هيبني من تحت ويبدا يطلع، لا عايز يعني يخطف في اخطاء مليون في المئه لو فكر في كده. وخلي بالك برضو من الكور الثابته، الكور الثابته برضو سلاح لازم ناخد بالنا كويس قوي منه، لان انت المشكله احساس اللعيب ان ممكن جدا تجيب جون وتجيب الثاني يبقى 2-0، مش عايز يوصل لاحساس المباراه انتهت، لان لا قدر الله في اخر لحظه ممكن كره ثابته لا قدر الله يعني حاجة. فهي دي الفكره صحيح. انك المباراه دي محتاجه تركيز صح. لو 100 دقيقه يبقى 100 دقيقه، لو 96 96 والتركيز ان شاء الله باذن الله ان نقطتين ان شاء الله ما يجيش في الجول، وان اي فرصه تجيلك هيجي لنا فرص كتيره ان شاء الله نستغل الفرص ديت. فده المهم جدا، زي ما بقول حتى نتيجه 2-0 وانت بتلعب 2-0 في الدقيقه 80 انت ما زلت في مرحله الخطر، وبالتالي محتاجه تركيز كبير جدا جدا من اللاعبين على المستوى الدفاعي. الادوار الدفاعيه لازم النادي الاهلي يقوم بيها بشكل كبير، واستغلال الفرص، وطبعا الكره الثابته سواء هجوميا استغلالها بشكل كويس او دفاعيا. كابتن هاني انا مجرد ان انا وديت مهام للاعيبتي، انا كلاعب خط ظهر مش مطلوب مني غير ان انا احجب الرؤيه ان هو يخش الصندوق عند الشناوي واغذي وكره تطلع من عندي من تحت سليمه للعيبه بتاعه الفراوله. انت كنت مدافع يا عمرو، تمام. ساعات بيوصل في الملعب لما بتلاقي المباراه بتحس ان المباراه سهله وكسبان 2-0 في لحظه كده ممكن تركيزك الهدوء صح، ممكن تركيزك يقل. فدي ده تركيز ماتشات 150% بالظبط، يعني مش محتاجين النقطه دي توصل، وان شاء الله اللعيبه طبعا. بس انا في الاستوديو يا كابتن بامانه انا احس ان انا معزول، يعني ما شاء الله معايا ليبرو ومساك. لا اهو فانا حاسس انا بقول ليبرو ومساك كابتن او كباتن كبار، فانا حاسس انا مش عارف اروح فين بصراحه. لا بس احنا عايزين نروح عليك برضو لا يا كابتن يعني لا يعني بحاول ازوق كده احط جول ولا حاجه، بس مع حضراتكم يعني في الاستوديو الدنيا متقفله اهو. استعمل العامل النفسي هو في الهدوء بمشاعرنا. الفقره الجايه انا هبقى اقوم بدورك. لا يا كابتن لا العفو يا كابتن حضرتك يعني ما شاء الله عليك في كل حاجه. فحضراتكم قفلتوا الاستوديو بقى، انزل التقفيله دي من اللعيبه في الملعب بقى ان شاء الله يوم الاثنين. هم 90% احنا اذا كان احنا صوتنا بيوصل لهم هم مركزين في ده ان انا اجيب جون واثنين وثلاثه وامنع اي دوشه تيجي حوالين مرمى الشناوي خالص. الالتحامات يا كابتن بسرعه يعني طبعا مهم، عارف رأي حضرتك النهارده الهلال هينزل هم في الالتحامات بيلعبوا بقوه قوي وبيكون ما عندهمش قلق في الالتحامات، نتعامل مع الفرقه زي دي بنفس القوه اللي هو بيتعامل بيها. برافو. زي ما هو فكر يعني هو هيكون يعني بالبلد بلغتنا احنا هحسس عليه، لا هعامله بنفس المعامله بس بالعكس هكون انا ايجابي، يعني ان انا وانا بلتحم التحامي هيبقى ايجابي قوي وفي نفس الوقت ببنايه هجمه مش بطفش. طب عايز اقول لك كان كابتن جوهري دايما يقول لنا في شكل تاني ممكن تتجنب منه الاصابه ازاي، وخاصه لما بتلعب مع فرق افريقيه ما تدوش فرصه انه يقرب منك، يعني ما تخشش لمسه واحده يعني ما تخشش معاه في صراع انك تكون مثلا عايز تستلم الكوره وانت تحت ضغط، لا فضي نفسك واستلم الكوره في مساحه. برافو. اول ما هو يقرب منك حتى من دفاع تبدا تلعب الكوره تتحرك من غير كوره تاخد مكان تاني. محتاجه تحرك من غير كوره، محتاجه وعي تكتيكي بشكل او باخر، ومش وكمان محتاجه ذكاء ان انا ما بدخلش نفسي هو مع هو دي يا كابتن اللي انا قلت لحضرتك ومتناقش انا وحضرتك في حته قفشه التحكم في رتم المباراه، ما تدخلوش يعني انا ما تدخلوش في كوره مشتركه بينه وبين علي معلول على هيثم فروح مدي الكوره لهيثم فدبسه فعمرو لا انت لازم برضو تكون كلاعب هتلاقيها هتلاقيها بس لو فرضت عليك لو فرضت عليك القوه بنتكلم على القوه المشروعه في كره القدم، لا لازم تكون عندك ولازم يحس بيك في الكوره الثابته بالظبط. الكوره الثابته القرار والكوره الثابته جوه الصندوق لو ما حسش لا من غير زق لو ما حسش بمراقبتي ليه ان هي على اكمل وجه ما تدروش مساحه التنفس اللي بتنفسه اخش جواه احسسه ان انا معاه في كل حاجه يعني ببقى موجود معاه في كل خطوه بيفكر فيها، يعني بخش كمان في فكره هو بيفكر في ايه في نفسه، يعني مش مديله رياحيه انه يفكر في الملعب ان انا مش النهارده مش هو شغلتي هو شغلتي مش شغل. وكمان يا كابتن الناحيه الثانيه برضو هل احنا الكره العرضيه مؤثره يعني برضو حضرتك من رؤيتك للهلال هل الكره العرضيه بتعمل لهم ازعاج، هل الكور يعني 1 2 اللي من نص الملعب القلب بتعمل لهم ازعاج، اني نوع من اللعب بيعمل لهم ازعاج؟ هقول لك على حاجه، يعني هنقول ان كهربا او شريف بيجيدوا العاب الهواء بنسب بس الحاجات اللي بيعملها عبد القادر وتاو وقفشه ايجابيتها اكتر. الشغل معاهم في اللي هو الفردي واحد على واحد ده لذكاء، عندي حلين عديت
يا بنالتي. صح. يا دي يا دي، بس بشرط بقى لازم ايجابيتي ان انا وصلت جوه الصندوق ابقى هادي وارفع وشي وارفع واعرف اوجه، يعني زي ما اقولها بصيها كابتن هيثم انا بوجه، يبقى انا عارف ايجابيتها. وانت بتستغلها وانت جاي لازم تبقى هادي ولازم تبقى عندك فكر ولازم يبقى عندك اسلوب صريح. بص على الكره اللي اتربط ما بين محمد حمدي وصلاح، اخر خمس ياردات صلاح عمل اقصى سبرنت عشان تبقى مره واحده في الوقت اللي المدافع فيه، عارف ان صلاح وقف بعد ما عمل اللونج باس البسيط او الباص القطري ده، وقف بعدها وبعدين عمل خطوتين بنسبه 60% وبعدين بنسبه 80% بقى جوه الصندوق. يعني مهم جدا. ما طبعا. طب بمناسبه المنتخب، اتكلمت على المنتخب، شفت المنتخب ازاي مع اول مشواره مع مدير فني جديد روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي؟ انا مسميهم ثلاث حاجات يا كابتن هاني. قول. اول حاجه روي فيتوريا اشتغل مع منتخب مصر بشحن مجاني، ماتش ليبيريا وماتش نيجر، بعد كده شحن على الطاير مباراة بلجيكا، شحن على الطاير أقنع الناس بجزء من فكره، فجأة بقى شحن مادي. مادي مش قيمة مادة، اللي هو الأداء بتنصف محسوس, محسوس. الأداء الجماعي، فكر الراجل عنده إيجابيات، مش عايز أقول 80 و90، عنده إيجابيات 60%. إيجابيات المباراة احتلاله المجموعة ده كلام كويس. أداؤه اللي اول مره نحس ان لعيبه منتخب مصر بتضغط كتله واحده، بقى في ربط صلاح وزيزو وهاني، في ربط محمد حمدي ومحمود حماده ومرموش، جبهات يعني، جبهات شغاله كويس. وشفنا صلاح ايجابيته مع اللعيبه والربط الجماعي زهر. اول مره كابتن هاني يشوف الربط الجماعي، انت ما حسيتش ان الشناوي في حاجه بتروح له، حتى تحضير عبد المنعم وحجازي مستوى المنافس برضو ما كانش بالظبط. يمكن احنا فقدنا تركيزنا في خطوتين، عملنا انذارات مجانيه بتاع الكهرباء ومحمد عبد المنعم لاصابه حجازي في الالتحام في العاب الهواء، وكانت باينه جدا ان لو في فار يبقى كارت احمر. اداء الراجل 60%، بس عنده سلبيات. ايه هي؟ واحنا كسبانين 2-0، ليه ما يبقوش 3 وما يبقوش 4 ويبقوا 5؟ وصلنا شوط كامل تاني تمرينة ما بين فرقتين موجودين في الملعب، أنا بروح بنسبة 60%، مش عندي شراسة هجومية إن أنا أجيب الثالث والرابع، وفي نفس الوقت بستبعد أي خطأ إن أي فرود من فرود من فراودة ملاوي تبقى عندي. يمكن حضرتك في الفاصل كنت بتقول ملاوي بره، دي شطارة بقى اللي بره، ده كلام كبير، الجو والملعب والجماهير وأسلوب اللعيبة وشراستهم طبعا. إذا كان هو كان موجود معايا هنا اتجرأ عليا ولو وقت معين، انت اللي بتقدر تغير ده. يمكن انا بحب اداء طارق حامد، ان هو ما بيفصلش، ما بيكيلش بمكيالين، اداء واحد، القوه والالتحام. فرحنا باسماء جديده من ايجابيات فيتوريا، محمد حمدي، فرحنا بمروان، فرحنا بامام اما رجع رغم مده زمنيه هو اعلن عن جوازه، شفنا حمدي موجود، شفنا كهربا موجود، كهربا بشكل كبير. الراجل وهو بيتكلم عن كهربا بيقول لك يعني هنرجع لاداء كولر، قال لك انا جات لي فكره مجنونه ان انا حاسس ان الراجل ده بعيد بقاله 457 يوم ونزل ادالي المطلوب. روي فيتوريا بيقول لك الراجل ده ازاي كان بيقعد، الراجل ازاي ده، انا عاجبني تحركاته. فمدير فني بيحب لاعب ولاعب بيكافئ المدير الفني، يبقى احنا وصلنا لحته معينه، مطلوب من مصطفى محمد حته ومطلوب من كهربا حته، مطلوب من صلاح حاجه معينه، اللمه والقياده والاسلوب واسمه الكبير بيديك تركيز ملاوي على صلاح بنسبة 90%. طب والباقي يعني الناس بتزعل لما بيقولوا منتخب صلاح، مش موضوع مش منتخب، مش موضوع منتخب صلاح، هو موضوع منتخب بيهتم ان الراجل ده من احسن خمس لعيبة في العالم، ايجابي على المرمى، فالناس كلها بتضغط عليه. في ناس تانية عندها محاور اداء زي زيزو، زي مرموش، زي مصطفى محمد، زي كهربا، زي اللي موجودين. احنا شفنا توليفة جديدة، شفنا منتخب مصر بيضغط، أو لما بيفقد الكرة بنشتغل مجموعات. يعني أنت متفائل الفترة الجاية بمنتخب مصر؟ عنده شخصية، عنده شخصية، أسلوبه اللي كان مجاني بعد كده بقى على الهوا بقى كده رسمي، بقى الراجل شغال بكروت رسمية أقنعنا بيها الحمد لله. كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا الحقيقة، واستمتعنا بتحليلاتك ومنظم طول عمرك يا كابتن. حبيبي يا كابتن هيثم، وأنا سعيد إن أنا كنت مع كابتن هاني ومع حضرتك. طيب رمضان كريم عليك. وأنت طيب يا كابتن هاني، كل سنة وأنت طيبين يا كابتن. نورنا تاني وتشرفنا دايما في قناة النادي الأهلي. إن شاء الله يا كابتن. أعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا مع طبعا أحد مدافعي النادي الأهلي الكبار كابتن عمرو الحديدة. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل أحد طبعا نجوم النادي الأهلي بس في لعبة تانية، كرة الطائرة، كابتن فؤاد عبد السلام، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا مكملين النهارده سهرتنا الرمضانيه الرياضيه الكرويه المستمره مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي، الاهلي في رمضان. وبنرحب في البدايه بالكابتن فؤاد عبد السلام، احد رموز النادي الاهلي واحد نجومه في الكره الطائره، سواء لاعب مدير فني وايضا اداري. اهلا بيك يا كابتن فؤاد. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. كل سنه والكابتن هاني طيب، كل سنه واحنا كلنا طيبين. كل سنه وكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري بكل صحه وسلامه، واحنا في ايام مفترجه جميله ان شاء الله، وسهره جميله باذن الله. سهره جميله بوجود حضرتك معانا كمان. ودايما اجواء رمضان اجواء جميله واجواء رائعه، وبتحس كده بفرحه وبسعاده. عايز اعرف قبل ما نخش بقى على الكره الطايره والسله والقدم، طقوس حضرتك خلال السنوات الماضيه، حضرتك كنت لاعب كره طايره مميز، كنت رئيس اتحاد، كنت مدير فني، مريت بكل المراحل ديت. التغييرات في طقوس رمضان من ايام ما حضرتك كنت بتلعب لغايه دلوقتي، هل في تغييرات او انت بتحافظ على هذه الطقوس طول السنوات اللي فاتت يعني؟ لا، هو ما فيش تغييرات، لان دلوقتي يعني في نضج اكتر من زمان. يعني زمان كان في بدايات العمليه كنا بنلعب مثلا بطولات افريقيا في شهر رمضان، وتتعمل في كينيا، في الكاميرون، حتت صعبه جدا. وبعدين كان معانا لعيبه وانا ماسكهم في رمضان شيوخ، يعني كان احمد زكريا مثلا هو الامام بتاعنا. لازم يصوم. لا، حافظ المصحف وصلاه التراويح كاننا في السيده زينب مثلا، ولا في سيدنا الحسين، او في الحرم. فكانت عمليه صعبه، والماتشات بتتلعب في الصيام. فانا كنت يعني اخرج ومعانا رينج، جالنا من السودان رينج كان نو ريليجن، ما كانش له ديانه. لما جه بقى الامام بعد كده، بقى بعد احمد زكريا وايهاب فخر الدين، بقى رينج زيهم يعني. طب انا هتعامل مع الناس دي ازاي احنا في الصيام؟ فمعايا المصحف، اقول لهم يا اخوانا الريجوليشن اللي اللوائح ربنا بيقول يعني ان احنا ممكن بيدينا رخصه للافطار سواء كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يقول لك لا ده الكلام دوت لما نكون بنجاهد في سبيل الله، احنا جايين نلعب. كان في اصرار من اللعيبه عايزه تصوم يا كابتن. اصرار. وبعدين لما بتلعب انت عشان تجيب ان المدفع يضرب عليك وانت بتلعب، ده كان انجاز طبعا، ان انا يعني مع الحكام. فالعمليه دي خدنا منها درس زي ما بيقولوا. طب وحضرتك لعيب كنت بتصوم برضو يا كابتن، وكنت محافظ على الصيام وبالشكل ده، ولا كان في السفر ممكن تفطر وانت لا معك رخصة؟ لا، انا من جوايا ما انا مش قادر اقنع اللعيبه، لان انا مش مقتنع. يعني زي نفس الكلام دوت بريتوري بالظبط، هو لاعب كان بيصوم. لما جه قال لك الماتش الثاني اللي هنلعبه مع ليبيريا هناك في الصيام، نعم، مش قادر هو يجبر اللعيبه على الفطار بالظبط. هاني طبعا لا، ما فيش. بص، العمليه ديت عمليه اختياريه صحيح. مليون في الميه. انا باكد لك كل اللعيبه المصريه، انا يعني في فتره وجودي مع المنتخب الاولمبي كل الناس كانت بتصوم، وكل الناس كانت بتأدي كويس. نعم. ويعني الحته مين ياخد الريسك ويقول له لازم تفطر؟ لا، ما فيش كلام ده. فدي العمليه صعبه، انما بقى تلف انت من ورا مع الاتحاد الافريقي تقول له لا هنا مش لازم. يعني جه بقى بعد كده الاستاذ ناصر سليم الله يرحمه، بقى رئيس الاتحاد، فنقول له بلاش بقى ان احنا نعمل بطولات في شهر رمضان، ولما نيجي نعملها في الدول العربيه، في الجزائر، في تونس، يعني مش لازم نعملها في دول افريقيه، او حتى المباريات زي في الدول دي بتبقى بعد الفطار، يبقى اللاعب فطر مثلا ساعه او اثنين، فيبقى ممكن. فالجو بقى دوت لما بدأنا نعمله، فهو البطولة بتبقى محددة في شهر مارس. نعم. بطولة أفريقيا متحددة في شهر مارس، لما هي بتتعمل في شهر مارس ورمضان يجي فممكن تطرحها لآخر مارس، مش لازم أول مارس. فبدأنا نعمل المعسكر. النادي الأهلي يقول لك إيه؟ ليك معسكر خارجي 10 أيام قبل البطولة الأفريقية اللي هي القارية يعني. فكنا بنطلع فين بقى يا كابتن؟ اطلع مثلا بعمل اللي كان بلغاريا دي من الدول المتقدمه جدا في كره الطايره صحيح. فباخد معايا
جابر عبد السلام كانوا مساعدين، ونور عطية. نور عطية ده شخصية جميلة جدا طبعا، ابن نادي الأهلي. فقلت له نور أنا خلي عليها النواحي الفنية، خليك أنت، أنا واخد معايا هنا اللحمة اللي تقضيني ال 15 يوم، واخد معايا اللي هي البسبوسة. بس يا كابتن ثانية واحدة يا كابتن، أنت بتروح بلغاريا، بلغاريا هناك اليوم في أوروبا طويل جدا يا كابتن، يعني لو بنصوم هنا 12 ساعة هناك بنصوم 18 ساعة. والله لا كنا برضو يعني، ولا وأنت بوديهم ظروف صعبة أكتر. لا لا عشان هو يجي يلعب هناك ظروف أسهل. بس نور قعد يفطرنا 12 يوم هناك يا هيثم والله. 12 يوم يطبخ كابتن نور كويس؟ نعم بيطبخ كويس؟ 10 على بيأكل 20 واحد. ما شاء الله. اه والله نجم النادي الاهلي. طبعا واخدين الخضار واللحمه بتاعتنا وكله. جينا في اخر يوم قبل العيد اللحمه خلصت، فنزلت جبت له جمبري مجمد وسمك مش عارف ايه. بقول لك يا كابتن بتاخدني معاك في سفريات. كان السحور فول والقرص الجبنه الرومي وقطعوه كل ده واخدينه بقى في مصر معاك. جوعتني والله، جوعنا يا كابتن والله العظيم يا كابتن، جوعتني جدا. لو تشوف الالتزام بقى، الصلاه والتمرين، تمرين قبل الفطار وتمرين بعد الفطار. بس يا كابتن انت كنت شديد يا كابتن برضه. اللعيبه هو اللعيبه يا كابتن، انا البطوله معاك الوحيده اللي خسرتها اللي هي بتاعت كينيا دي. شديد بقى في البدني، في الشغل البدني ما بيهزرش بدني، مش بس البدني في الملعب وانضباط. لا حاجه كويسه. انا عايز اقول لك يعني انا سامع الفقره مع كابتن عمرو الحديدي، ممتازه الحقيقه. وانتوا بتتكلموا يعني في الكوره، بتتكلم بيقول لك نلعب 4-2-3-1. كل الخطط اللي حضرتك بتتكلم عليها دي من ايام ما كانت المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه في الدي في كا، كنا بنروح مثلا ندرس هناك وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه، كلها في الكلام اللي انت بتقوله. الجزء الخططي، الجزء الخططي مش ان انا العب 4-2-3-1، لا. في مثال كل الشعب المصري اتفرج على محمد صلاح لما جاب الجون. محمد صلاح بيلعب فين؟ في اليمين. محمد صلاح لما جاب الجون كان واقف فين؟ في الشمال؟ لا كان واقف في الوسط عند البلنتي. يعني قصدي اقول هي 4-2-3-1 دي فورميشن، دي مش في اليمين. لا هو ازاي تحركات اللعيبه من غير الكوره، تحركات اللعيبه ازاي بيتحركوا مع بعض. يعني راح شمال شويه من مطرح ما هو بيلعب. هو يا هيثم ما ينفعش ان انا اجي اقول همرن الفراوده لوحدي، همرن مش عارف الباكات. قصدك يا كابتن اللعيب ليه التحركات، ليه ابتكار التحركات ازاي بنمشي مع بعض والخطوط. صحيح. دكتور عمرو ابو المجد عامل كتاب كويس قوي في الكلام دوت في التكتيك. يعني الحتت دي احنا مدربينا ما بين المعايشه وما بين الدراسه، خصوصا ان هم ما بيكونوش خريجين تربيه رياضيه، في لغه زي الدكاتره بيتكلموها، اللغه دي عايزين نوصلها للمدربين عندنا. ازاي يتعب ان هو يعلم اللعيبه ويحفظها ايه اللي هي موجوده. يعني مش بس ان انا بنزل الملعب كله، التمرين بيبقى ساعه ونص ساعتين. صحيح. ده لا يمكن يقضي الشغل ده. الجزء ده مهم جدا كمان يا كابتن في تطوير اللاعبين في القطاعات غير الفريق الاول. يعني الفريق الاول المفروض يطلع اللعيب عنده على الاقل 80-90% من هذه مبادئ كره القدم ومتطور بشكل كبير. فعمليه كلها بتتكرر جيل بعد جيل. خلينا اكلم مع حضرتك في طيب انت عاشرت الكلام ده. في المانيا طبعا اكتر لاعب احترف في مصر كلها كابتن هاني رمزي، وقعد سنين طويله لانك التزمت يا هاني. صحيح. اتعلمت مهم جدا الالتزام طبعا. يعني انت اتعلمت كويس جدا ازاي تتصرف. صحيح. في الملعب. صحيح. وازاي تنفذ تعليمات، والا لا يمكن كنت تقدر تعيش الفتره دي كلها. خاصه في المانيا الناس هناك ما بتهزرش. 10 سنين ولا كام؟ انا قعدت بالظبط في المانيا 11 سنه. 11 سنه مستحيل. اربع سنين في سويسرا. ان احنا يعني قلنا ان حضرتك بيت الماني خلاص والله. لا وكانت مصر محتاجاه. هو ده يعني حاجه خبره ما تتعوضش. ده قدوه لكل اللعيبه. خلي بالك 11 سنه كابتن فؤاد، 11 سنه في المانيا. يعني النهارده لما نكلمه على حاجات كتيره هو بيبص لها من منطلق اوروبي. يعني هو بيبص على 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 نظام خططي تكتيكي. يعني عشان هو مدربين كبار كمان هناك على المستوى على مستوى الفني. شفت اجواء كثيره جدا، وان شاء الله بحاول انقل تجربتي ان شاء الله لبيت النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله. لبيتك النادي الاهلي. صحيح. طبعا طبعا والله هو دوت اللي احنا اتعلمناه من صغرنا. يعني الكلام بيجيب بعضه. زمان جيل الستينات كان الزمالك متفوق يا هاني في كره الطائره جدا
وده الفتره اللي عمل فيه عدد البطولات اللي يعني خلينا نقول النهارده مقربه منا بسبب الفتره هي دي. مش مقربه هو احنا بعدنا خالص دلوقتي لكن هو في الوقت ده كنت انا لسه طالع وبعافر وكنت تقريبا انا وهاني مصطفى اللي بنتاخد في المنتخبات افريقيا ومنتخبات مصر وبنشارك في كل البطولات لكن النادي الاهلي كان له قيادات في ذلك الوقت ونادي الزمالك له قيادات والله يا هاني الواحد يعني يتباهى بيها كان كابتن نبيل قطب مدرب نادي الزمالك قال له انتوا بتلعبوا النادي الاهلي ما احنا بنكسبه ما تجيبوا فؤاد عبد السلام ونخلص ما يبقاش فيه منافسه فراح كان رئيس النادي كابتن حلمي زموره محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك رحمه الله عليه يعني حاجه ما فيش بعد كده وازاي ده ورث الناس اللي بعده فقابلني قال لي انا نبيل قطب قال لي كذا 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 انا يعني عايز اسمع رايك قلت له انا رايي انا مستحيل اقدر اسيب النادي الاهلي انا اخويا كان قائد قوات الصاعقه وتلميذ الفريق مرتجي ومعاه في اليمن تمام ما اقدرش ان انا الفريق مرتجي ولا كمال بيحافظ ولا احمد زكي عبد الهادي ولا الحاجه هدى الناس دول عيلتي انا بنزل من بروح اقعد معاهم يعني واستمتع بالكلام معاهم يعني وكان طلعت عبد الحميد بالرغم ان النادي الاهلي كان سائل لي انا بايدك وبحترمك جدا جدا يا فؤاد وبحبك جدا الحوار ده كان فين يا كابتن الحوار ده كان في نادي الزمالك كان في نادي الزمالك فين على المدخل وهو بيلعب طاوله يوم ما اعتزلت اول واحد كاتب لي كلمه في الكتيب كابتن محمد حسن حلمي يليه بقى يجي لك كتب لك ايه طب قال لك يا كابتن نعم محمد قال لك لاعب عظيم خلق عظيم وان شاء الله هتكمل مسيرتك وهتنجح كمدرب وهيبقى لك مستقبل يعني الراجل طب كلمنا يا كابتن على الفتره دي مهمه جدا على علاقه النادي الاهلي بنادي الزمالك في الفتره دي يعني برضو حضرتك عشرتها كويس حضرتك فتحت الفتره دي برافو عليك لان النادي الاهلي دايما علاقاته في مر العصور احترام الخصم دي مفيش شك دايما طبعا. بس انا عايز اتكلم على الفتره دي ليه لان كان كابتن محمد حلمي زموره كان معروف قد ايه علاقته الجيده والتعامل مع النادي الاهلي بشكل جيد جدا هو المستشار جلال ابراهيم بعد كده وبعديهم جه الدكتور كمال درويش والدالي كابتن دالي كان برضه وحسن عامر الناس دي يعني مش قادر اوصف لك كلهم سيستم واحد لا يمكن يفرق ما بين اهلي وزمالك وتلاقي الماتشات لو انت كسبان بيجي يهنيك لو انت خسران بيطبطب عليك يعني انا عايز اقول لك اقرب واحد ليا كان المرحوم عزمي مجاهد الله يرحمه طبعا خريج زميل وعزمي انا وهو مسكنا منتخب مصر تناوبنا عليه اكتر من 10 سنين نعم لما كنت انا بشتغل في اهلي جده وجيت يا هيثم مصر كان فيه النادي الاهلي مشكله ما بين الله يرحمه كابتن عادل هيكل والدكتور عمرو علواني وخسرنا البطوله الافريقيه في تونس فكلمني كمال بيه وجيت وقال فؤاد يمسك النادي الاهلي كان النادي هيلعب النهائي في الاسماعيليه في ملعب مكشوف رئيس الاتحاد الدكتور حسن حمدي والرئيس الفعلي هو نصر سليم كان يعني فيه كده حاجه والمحافظ كان اهلاوي جدا طبعا اللي هو الدكتور عبد المنعم عمارة كان محافظ اسماعيليه محافظ اسماعيليه ولا محافظ اسماعيليه قبل ما تولى وزاره الشباب والرياضه لا ده تولاها سنين وهو سنين. اللي عمل الاسماعيليه ده عملها يعني الاسماعيليه اللي عرفت الناس بمعالي الوزير الاول جاب المحافظه وجاب كل مدربين الانديه وقال لهم تعالوا شوفوا فؤاد عبد السلام وعزمي مجاهد تعالوا شوفوا قبل بقى ما نلعب الماتش ده انا جاي مش انا يعني انا جاي على فرقه خسرانه بطوله افريقيا وفيها تقارير في الاتحاد الافريقي فانا لما جيت عزمي جالي قال لي تعالى انا عايزك قال لي احنا زمايل واخوات انا مش عايزك تقف في الماتش ده احنا جامدين جدا 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 فمش عايز اشوفك وانت بتخسر
عزمي مجاهد عزمي مجاهد هو المدير الفني للنادي الزمالك. لا انا عايز اسمع ردك بقى يا كابتن. فقلت له انا ما اقدرش اتخلى عن النادي الاهلي ده دلوقتي ما فيش غيري. ازاي؟ قال لي بلاش انت، سيب هشام بدراوي هو اللي كان ماسك الفرقه، انت مش هتكسب وهتبقى يعني نقطه وحشه جدا. الدرجات الفروقات كانت كبيره ما بين الفريقين. كان بقى هو مع مين؟ كان معاه عصام معوض، عبد الحميد الوسيمي، جابر عبد العاطي، احمد معتز اللعيب بتاعنا اللي راح الزمالك، احمد مصطفى البلاي ميكر. فرقه قويه جدا جدا. انا معايا يعني محمود فرج واحمد الشموتي وخالد الشموتي ورينج الوال. طب انت طب المباراه دي، طيب انا عايز اعرف بقى عملنا ايه في المباراه. بس استاذنك تطلع فاصل يا كابتن فؤاد. اتفضل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نسمع بقى نتيجه المباراه الاهلي والزمالك ساعه حاجه و60. كان مين مدير فني نادي الزمالك؟ كابتن عزمي مجاهد. وكان مدير فني النادي الاهلي كابتن فؤاد عبد السلام. بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم مع طبعا الكابتن الكبير كابتن فؤاد عبد السلام عن مباراه الاهلي والزمالك يعني في ستينات سبعينات القرن الماضي. وكان الكابتن فؤاد عبد السلام مدير فني النادي الاهلي، وكابتن عزمي مجاهد كان مدير فني نادي الزمالك. وكابتن عزمي راح له قبل المباراه قال له بلاش تقف، احنا جامدين وهنكسبكم النهارده. اسمع ردك بقى ونتيجه الماتش يا كابتن فؤاد. والكلام دوت الحقيقه كان معاه اظن مدحت عبد الصبور الاداري، وقلت له انا ما اقدرش اتخلى عن النادي الاهلي حتى لو خسرت يا عزمي. خلاص يعني انا ما فيش حاجه في ايدي اعملها. عزمي صعد الموضوع قام راح للواء الله يرحمه ممدوح البكري، قال له انا عملت اللي عليا ونبهت فؤاد عبد السلام. وممدوح البكري هو المعلق في التلفزيون اللي هيطلع على هيذيع المباراه، هو اللي بيذيع. وبعدين شهدوا وبعدين جاب مكسبه محدش يقول. جاب نبيل شحاته قال انا قلت. فقلت له شوف بقى عزمي، احنا وصلنا كده ان انا لا يمكن يعني هقدر اتخلى عن النادي الاهلي والعب بكل قوه تحت اي بند. بس انا بقى راجع من الخليج دلوقتي نتراهن. قال لي كمان ده انت قال انا بنصحك تقول تراهني 500 دولار مني تمام ل 1000 جنيه منك. كنت جاي بقى يا كابتن انت متحج جد بقى شال الدولارات يا كابتن. بالظبط. فهو فبتراهن بالدولار يا ابو كباتن. يعني قال لك فرصه. قال لك لا ده مجنون. ده مجنون يعني هو ميزان القوه مش متوازنه. نعم يعني. بس عندك ثقه كان. كان عندي ثقه. طب مبنيه على ايه الثقه دي يا كابتن؟ مبنيه على ان انا في التكتيك اعلى منه بكتير جدا. دي انا كنت واثق فيها يعني. كنت اتفرجت على نادي الزمالك قبل ما تلعبهم ولا سمعت ان لا انا اساسا مدرب يعني ما فيش لعيب انا يعني عصام معوض عارفه اخر فيرجن يا كابتن اخر فيرجن من النادي الزمالك السنه دي شفته جامد جدا. بس احنا ذاكرنا كويس الكلام ده اللي انا كنت بقوله لهاني مذاكرين صح. اللي هو انا كان عندي ولع في التحليل في اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي اللي هو الداتا فولي. ده داتا فولي بس في الكوره اللي هو سكاوتنج سكاوترز ولا انلايزنج. الانلايزنج تمام. فانا كنت فيها بشتغل كويس جدا وكنا بنشتغل مانوال فكانت متعبه. فعارف عصام معوض الورق والفرق بيشوط ازاي بيشوط زاويه فتوقف له الدفاع والبلوك يطلع يقفل ازاي. اتكيت على الارسال عندي تمام. كان احمد شموتي بيلعب ارسال صح. بس يا كابتن كنت ايامها في تغيير سيرف كان الماتش بيطول كان 15. ايوه 15 كان 15. بس كان في تغيير سيرف يعني تكسب نقطه يعني السيرف انت ما تاخدوش نقطه بتغير بس بالظبط يعني كنا ممكن نقعد ساعه بتغيير السيرف ده. المهم ان الماتش دوت الزمالك طلع 2-0. نعم كسبان 2-0. نعم 2-0 كمان. كسبان 2-0. طب فاكر يا كابتن النتيجه كام؟ تهمني 15 كام؟ اللي يهمني ليه عشان اشوف معنوياتنا. لا يعني هم راكبين 15 يعني. 8 راجبين. 15 لا 7 مش فاكر بقى. بس كانوا راكبين جامد. هم راكبين 2-0 2-0 وانا لم افقد الامل في لاعبتي اطلاقا يعني اطلاقا. عندي احساس جوايا كده ان احنا يعني الريمونتادا هتيجي وهنقدر. ريمونتادا بثلاثة مع فرقة زي دي يا كابتن والله ما انا دي كانت فتحه خير جامده قوي الماتش ده بالذات. لان نهايته دراماتيكيه هقول لك ازاي. قول لي يا كابتن ايه اللي حصل.
لان كان هيبقى فيه بعد كده ماتش تاني في القاهره، وطب انا لو نفدت من ده هيكسبوني في اللي بعده. انت عايز تكسب ست ماتشات، فاللي حصل أشواط يعني. ان احنا تك تك شويه بقوا 2-1 خدنا الجيم، تك تك 2-2 خدنا الجيم الرابع، 2-2 2-2 دخلنا على الخامس. جه بقى هنا في الجيم دوت حصل مشاده ما بين عصام معوض، ما بين الكابتن عزمي مجاهد رحمه الله عليه، وما بين جابر عبد العاطي. الاثنين لعيبه الزمالك مع مدير الفني بتاعهم، مع مدير الفني. التوتر والضغط اللي عمله عزمي، ما كانوش متخيلين برضه. عزمي عمل سبستوشن وخرج عصام معوض. عصام معوض طب وساب جابر، كابتن جابر الله يرحمه. ايوه سايب جابر. سايب جابر. المهم ان هو رده وجه يخرجه تاني بره، ما عرفش ينزله، ملوش تغييره خلاص اللي بيخرج اي ملوش. فهنا الدنيا ولعت في الوقت ده، اللعيبه بتوعنا بقوا في عنان السماء خلاص نفسيا. انت عليك انت ضاغط ضاغط ضاغط. خدنا الشوط الخامس، خدنا الشوط الخامس وهنا خدنا المباراه. يعني كان عبد المنعم عمارة فرحان، وحسن حمدي الدكتور حسن حمدي كان عميد كليه، كان رئيس جامعه القاهره كلها، وكان معاهم على اسم الغالي الحبيب كابتن. نعم؟ على اسم الغالي الحبيب كابتن حسن حمدي رئيس النادي. فالمهم الدنيا النور بدا ينزل شويه، فالاولاد بعد الماتش بيروحوا يسلموا على بعض. جابر طق راح ضارب احمد الشموتي بالبنيه فوطى، راح جاي فخوه. حلو، جت فخوه. وده اخوه ده دكتور الله يرحمه، خالد الشموتي الله يرحمه. هنا لا انا شتمت ولا زعقت، انا قلت ايه، انا بفوض امر الله واروح لرئيس الاتحاد الدكتور حسن حمدي. قلت له احنا لا يمكن هندخل اي حد ما بيننا، دول كلهم ولادنا، انا راضي بحكم الاتحاد، والواقعة تتكتب في السكور شيت تمام، وده شتم شتيمة جارحة جدا. حصل احداث بعد المباراة بصرف النظر. لا لا، وفي ضرب والولد متعور. انا دلوقتي عايز عربية اسعاف الحق بس الدكتور تمام. خالد الكلمتين دول قال لك ايه الاخلاق الحلوة دي. وعزمي طبعا زعلان ومشي وساب الخناق. خدش الالف جنيه؟ لا، المهم بقى ان احنا ان انا وقفت جابر عبد العاطي ساعتها مش عارف 3-4 ماتشات. فجابر قال اهو ده المدير الفني ده عامل حساب الماتش اللي بعده اللي بعده. انت باصص على الشرطه. أيوة. باصص انت جابر عبد العاطي لما ما يلعبش انت بتشيل من زي هاني رمزي ما يلعبش الماتش. لا لا، خط الدفاع اتفتح تمام. فكده احنا الماتش التاني سهلناه على نفسنا وخدت الدوري. الله اكبر. طب يا كابتن بس ال1000 جنيه فين دلوقتي يا ابو كباتن؟ والله ال1000 جنيه دلوقتي مهم جدا. هنا انا بقى اهم من ال1000 جنيه ان بقول لك الروح. ليه بنحكي القصه دي في رمضان؟ ان عزمي ما بتخلص البطوله بيجي النادي الاهلي. نعم. بيسجلوا الميديا، بنسجل في النادي الاهلي، عزمي بيجي لي. كابتن عصام معوض كان ضيفنا في استوديو تحليلي في الابطال مرتين. ونورنا هنا، ومن نادي الزمالك، هو ابن نادي الزمالك وكابتن عصام معوض. وجانا نورنا هنا وشرفنا هنا. الروح هي دي يا كابتن اللي بتبقى دايما موجوده. الروح الجديد اللي كان بيحصل ده جديد علينا. نفس الكلام مع الدكتور كمال درويش. ايه الحلاوه دي؟ وكمال درويش كان مدرب الهاندبول بتاع الزمالك، وعزمي مدير فني للبتاع. بس بره الملاعب كانوا اصدقائك يا كابتن. لا ده دكتور وده بس او اصدقائك يعني كنت يعني على علاقه بيه. دول حاجه لما بتروح تطلب منه لعيب ولا بتطلب منه كذا عمره ما يكسفك. والدكتور اسماعيل سليم باسكت، خلينا في الباسكت. انت تعرف ان فرقه الزمالك هي الفرقه، هي والجزيره المتربعه على عرش كره السله. احنا كان عندنا الدكتور عادل صبري، وكان ممدوح شكري، وكان عندنا الغنام وكل. لكن الزمالك عادل شرف واسماعيل سليم. ده برضه في الستينات. في السبعينات. 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 تمام. فرقه الزمالك دي وهي بتلعب افريقيا بتلعب في نادي الجزيره. انا فاكر انا ووفاء صلاح ومعانا ممدوح شكري ومعانا عمرو علواني نروح نادي الجزيره وبنشجع الزمالك، الزمالك ضد الفرقه دي الناس السمر اللي هم بيلعبوا الافارقه يعني وهم بيلعبوا. هنا دي مصر هي اللي بتلعب. صحيح. الشعور دوت لو وصل دلوقتي موجود عند الجماهير
الدنيا كلها هتتغير. لازم الانفلات الاخلاق اللي هو موجود والتعصب دوت لازم ينتهي. يعني الزمالك لابد ان احنا نشجعه مع بلوزداد كان عشان يكسب. الاهلي مع دلوقتي الاهلي هيلعب ماتش مصيري صحيح. يعني يوم يعني انا احييك بامانه على الروح دي يا كابتن. كابتن هاني رايك هو لا. طبعا الكابتن عاش القصه ديت وهو خلي بالك اللي عاش القصه دي وبيشوف ما يحدث في ايامنا ديت اكيد بينكره. بيبقى اكيد بينكره. بيبقى زعلان لان الامور احنا بنتكلم في الرياضه عامه وخاصه لو بتتكلم على نادي بيمثل مصر واحنا يعني دايما النادي الاهلي سباق بالجزئيه ديت ودايما النادي الاهلي بيتعامل مع كل الانديه باحترام كبير جدا جدا. نتمنى ده في المقابل للانديه الاخرى يعني. يا كابتن هيثم كابتن هاني انا وانا رئيس اتحاد بدايتها اتحاد اللعبه اتحاد كره القدم اتحاد كره السله اتحاد الكره الطايره الدكتور حسن مصطفى في اتحاد كره اليد قبل ما يبقى بره. لو احنا نظمنا بيتنا من جوه صحيح. احنا في حدث جلل حدث حاصل لغايه ما قاعدين بنتكلم. بس خلينا يا كابتن ايه يعني معلش هو طبعا انا اسف انا يعني فضل. عايزين فضل. نقعد مع حضرتك وقت طويل اكيد هنقعد معاك حلقتنا لا ده انا عايز بقى الابطال نقعد قاعده في الابطال كده بقى دراسه وبتاع بس الحقيقه طبعا طبعا تيجي معانا كابتن هاني خبرنا ده انا ما اجيش وحضرتك تيجي كابتن فؤاد طبعا بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ورمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين وكل الاهلاويه ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش الهلال اللي جاي ويوفق اولادنا وان شاء الله نشرف النادي الاهلي نشرف القاره الافريقيه نورتنا وشرفتنا يعني انا سعيد بلقائك لاول مره وان شاء الله مش هتكون اخر مره لا ان شاء الله شكرا لك يا كابتن كل سنه وحضرتك طيب. طيب دي كانت نهايه حلقتنا الاهلي في رمضان ان شاء الله باذن الله متواصلين مع حضراتكم طبعا الاهلي في رمضان كل يوم احنا معادنا انا والكابتن هيثم ان شاء الله السبت القادم هيكون مباراه النادي الاهلي يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي السبت اللي بعديه ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم عليكم وكل التوفيق يا رب يا رب إن شاء الله فوز النادي الأهلي يوم السبت اللي جاي تصبحوا على خير.